التوينز او المالتي فيتال جيستيشن. طب وليه بناخدها في المال بريزنتيشن؟ لان طبعا طالما هم توينز مش لازم الاثنين يجوا كيفالك بريزنتيشن، فممكن واحد يبقى كيفالك واحد نان كيفالك، فبالتالي او الاثنين نان كيفالك، فعشان كده بناخدها من ضمن المال بريزنتيشن عشان نبقى عارفين لو حصل ان هو التوينز دول بوث كانوا نان كيفالك مثلا ايه اللي يحصل، او ايه الميكانيزم اوف ديليفري، او ايه المانجمنت ديورينج ديليفري. طب هو الاول يعني ايه، هو الموضوع اسمه مالتي فيتال جيستيشن. يعني ايه مالتي فيتال جيستيشن؟ وليه لما بنتكلم على المالتي فيتال جيستيشن باي ديفولت بنتكلم على التوينز؟ ايه هو المالتي فيتال جيستيشن الاول؟ اكتر من جيستيشن ساك؟ لا هو اكتر من فيتس ها؟ ايوه اكتر من فيتس. ايه ماشي على الارض يعني اكتر من فيتس. كملوا لي الديوريشن بس. يعني at the same time يعني simultaneous presence of more than one fetus في اليوترس simultaneous at the same time. فهو بس كل حاجه ممكن تقولوا لها ديفينيشن عادي. فالديفينيشن بتاعه المالتي فيتال جيستيشن يعني simultaneous presence of more than one fetus in the uterus. خلاص ف at the same time بنلاقي ان هو اكتر من فيتس موجود جوه اليوترس. طيب ليه لما بنقول مالتي فيتال جيستيشن على طول بيتبادر الى ذهننا التوينز؟ ليه مش التريبلس؟ ليه مش الكوادريبلس؟ مش معنى عشان موست كومن بالظبط كده. موست كومن مالتي فيتال جيستيشن هما يبقوا توينز. توينز طبعا مور كومن عن التريبلس. يعني لو نقول مثلا الانسنس بتاع مالتي فيتال جيستيشن 97% منهم بيبقوا توينز، واقل من 3% شويه بيبقوا تريبلس. فباي فار لما نتكلم اذا كان 97% توينز، فباي فار لما نتكلم على المالتي فيتال جيستيشن يبقى عامه بنتكلم على التوين بريجنسي. مالتي فيتال جيستيشن بنتكلم على التوين بريجنسي. طب من اللي انتوا تعرفوا كده كل انواع التوينز زي بعضها، يعني كل التوينز زي بعضهم، ايه بقى ايه الاختلاف؟ يعني ممكن يبقوا ايه وممكن يبقوا ايه؟ ايدنتيكال ونون ايدنتيكال. ممكن يبقوا ايدنتيكال او يبقوا نون ايدنتيكال. يعني في توينز بنلاقيهم ايدنتيكال كوبي بيست ايدنتيكال، وفي ما بنلاقيهم نون ايدنتيكال. طب ده بينتج عن ايه؟ على حسب الاوريجن بتاعهم كان 2 اوفر فيرتلايزد باي 2 سبيرمز، ولا كان 1 اوفر فيرتلايزد باي 1 سبيرم وبعدين حصل لهم ديفيجن. فلو 2 اوسايتس فيرتلايزد باي 2 سبيرمز هيبقوا دول ايدنتيكال ولا نون ايدنتيكال؟ نون ايدنتيكال، لان دول بس هم فعلا سيمالتينيس بريزنس. يعني هو كان ممكن او يبقوا اخوات عاديين لو ما كانوش موجودين ات ذا فيري سيم تايم في اليوترس. فهو 2 اوفر و 2 سبيرمز، فبالتالي ممكن يبقوا الاثنين اكس 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 واي مش يعني وات ايفر. فدول نون ايدنتيكال، دول اخوات عاديين خالص، اللي هو لو 2 اوسايتس فيرتلايزد باي 2 سبيرمز. طب وتفتكروا ايه اكتر حاجه تعمل لنا النون ايدنتيكال توينز دول؟ Induction of ovulation medication بنستخدمها كتير قوي دلوقتي. Induction of ovulation حتى لو بالكلوميد اللي هو الكلوميفان سيتري، فالinduction of ovulation ده بيطلع لي كذا oocyte at the same time، بيحصل ovulation لmore than one oocyte at the same time. ولو دول بقوا fertilized by different sperms فبالتالي هيحصل لنا non-identical twins، او بنقول عليهم dizygotic. ليه؟ لان هما originally كانوا two different zygotes، فبنقول عليهم dizygotic twins او non-identical twins لان هما originally كان two different zygotes. يعني كان في oocyte وsperm وكان في oocyte وsperm. فاحنا عندنا التوينز اللي فاتت قلنا الديفينيشن بتاعتها اللي هو simultaneous presence of more than one fetus in the uterus، والاتيولوجي بتاعنا يا اما two oocyte two ovum fertilized by two different sperms، ودول بيبقوا dizygotic twins لان originally احنا عندنا اثنين different zygotes، ودول طبعا بيبقوا non identical ومش لازم يبقوا the same sex وكده ومش شبه بعض، يعني دول non identical twins. او يبقوا one oocyte fertilized by only one sperm and then حصل cleavage ليهم، فبالتالي دول نفس الجينيتك ماتيريالز لان one sperm هو السبرم ده والاوسايت دي هو حصل لهم very early cleavage وبالتالي كونوا لي two different zygotes برغم ان هم originally كانوا monozygote كانوا only one sperm and one oocyte وبعدين بعد كده حصل لهم cleavage. Which is more common ان احنا بنشوفه دلوقتي المونوزايجوتيك ولا الدايزايجوتيك؟ الدايزايجوتيك كومن اللي هو اللي احنا بنشوفه فعلا اكتر الدايزايجوتيك عشان الاندكشن اوف اوبيليشن ميديكيشن اللي هو كتير بنستخدمها دلوقتي. طيب في حاجه بس مهمه في المونوزايجوتيك توينز. المونوزايجوتيك توينز احنا بنقول فيري ايرلي حصل لهم كليفج. لو الكليفج ده حصل اكستريملي ايرلي يعني في الجيرني بتاعه الاوسايت وهي رايحه تبقى امبلانتد خلاص في الجيرني دي، يعني في اول 3 ايام حصل هذا الكليفج كويس، فكل واحد من الزايجوتس دول هيكون البلاسنتا بتاعته والامنيوتك ساك بتاعه وكل حاجه بتاعته.
بمعنى ان هم هيبقوا عندهم اثنين بلاسنتي واثنين امنيوتك ساك، هيبقوا كل واحد موجود في الحاجه بتاعه اللي هم بنقول عليهم داي كوريونيك داي امنيوتك. داي يعني اثنين، كوريونيك اللي هو الكوريون ده اللي بيكون لنا الليتر اون البلاسنتا، فهيبقوا داي كوريونيك داي امنيوتك. فلو حصل فيري ايرلي كليفج كل واحد هيكون الحاجات بتاعته لوحده، هيبقوا داي كوريونيك داي امنيوتك، او هيبقى المونوزايجوتيك توينز دول كل واحد ليه سيبريت بلاسنتا وسيبريت امنيوتك ساك بالرغم ان هم ايدنتيك. لو حصل الكليفج ده شويه متاخر، يعني ايه شويه متاخر؟ يعني مش اول 3 ايام، حصل من اليوم الرابع لليوم الثامن، كويس. ايوه يعني ايه من اليوم الرابع لليوم الثامن؟ يعني هتكون الكوريون اتكون، هيكون الكوريون اتكون. هو الكوريون ده بيكون لنا ايه ليتر اون البلاسنتا، فبالتالي هيبقى اخبارهم ايه دول؟ مونو ايه كوريونيك، لان عندهم سنجل بلاسنتا هما الاثنين، لكن هيكون لسه الاميون ما اتكونش، فكل واحد هيكون الامنيوتك ساك بتاعه، هيبقوا مونو كوريونيك داي امنيوتك. بالظبط، هيبقوا مونو كوريونيك داي امنيوتك، وده الموست كومن تايب اللي احنا بنشوفه ان هم مونو كوريونيك داي امنيوتك. طب لو حصل الكليفج متاخر عن كده كمان، يعني ايه متاخر عن كده كمان؟ اللي هو من اليوم الثامن لليوم ال 12، من اليوم الثامن لليوم ال 12. ايوه يعني هيكون ايه اللي حصل؟ مش بس الكوريون اتكون، كمان هيكون الاميون اتكون. بمعنى هيبقوا ايه دول؟ مونو كوريونيك اند مونو امنيوتك، يعني هيبقى ليهم سنجل بلاسنتا والاثنين موجودين في نفس الساك، سنجل بلاسنتا والاثنين موجودين في نفس الساك، وده اكتر واحد ممكن يحصل منه كومبليكيشن، لان ممكن قوي اللوك اوف كود من البيبي ده يلف حوالين البيبي ده، يعني بيبقى وممكن فيري لايبل ان هم يحصل لهم توين تو توين ترانسفيوجن سيندروم، يعني ان هو البلاسنتي الاثنين بيبقى البلاد فيسلز، ممكن يحصل اناستوماتيك فيسلز بتوين الاثنين. فاكتر تايب ممكن يحصل منه كومبليكيشن هم اللي عندهم سنجل امنيوتك ساك مع السنجل بلاسنتا. فبالتالي احنا المونوزايجوتيك توينز دول ممكن يبقوا داي كوريونيك داي امنيوتك لو حصل الكليفج ده اكستريملي ايرلي قبل الفورميشن اوف ذا كوريون اند امنيون، كل واحد هيكون الحاجات بتاعته لوحده اللي هو بنقول عليهم داي كوريونيك داي امنيوتك. او يحصل الكليفج ده متاخر شويه، يعني ايه متاخر شويه؟ يعني من اليوم الرابع للثامن، هيكون ايه اللي حصل ساعتها؟ هيكون ان الكوريون اتكون والامنيون لسه، فهيبقوا مونو كوريونيك لكن داي امنيوتك. لو حصل ليتر اون من اليوم الثامن لليوم ال 12، هيكون اتكون اوريدي الكوريون والاميون، فبالتالي هيبقوا دلوقتي مونو كوريونيك مونو اميون. طب افرض حصل بقى بعد فورميشن بعد 12 يوم، ايه المشكله بعد 12 يوم؟ بيكون في بعض الاورجنز كمان اتكون، هيحصل ايه؟ هيبقوا كونجوينت او اللي هم التوأم المتلاصق، او ان هم يبقوا شيرين مثلا مع بعض ملزوقين من بالثوركس سيركوفاجس بالباك، كويس، سيركوفاجس بالهيد، ممكن شيرينج اورجنز سيم هارت او كده. حتى عشان كده ممكن بعد كده لو لقوا ان هم شيرينج اورجنز مش بيقدروا يعملوا لهم فصل بعد الولاده، ده ساعات بيعملوا ساكريفايس وان اوف ذا توينز عشان خاطر التاني. فده لو كان ان هو الديفيجن ده حصل بعد فورميشن اوف اورجنز او بعد اليوم ال 12. يبقى احنا عندنا دلوقتي التوينز اللي هم سيمالتينيس بريزنس اوف تو فيتسز في اليوترس، ده الديفينيشن. الايتيولوجي، الايتيولوجي ممكن يبقى تو اوسايت فيرتلايز باي تو سبيرمز، ودول الكامل اللي احنا بنشوفهم دلوقتي مع الاندكشن اوف اوفيليشن ميديكيشن، عشان الاوسايت بتطلع كذا اوسايت ات ذا سيم تايم، مش الاوفيليشن بتطلع اوسايت واحده. فبالتالي لو حصل فيرتلايزيشن لكل اوسايت من دول، هيبقى عندي حاجه اسمها تو زايجوت او داي زايجوتيك توينز، ودول نان ايدنتيكال، ما لهمش علاقه ببعض، اخوات عاديين يعني. او يبقى سنجل اوفم فيرتلايز باي سنجل سبيرم، وبعد كده يحصل لها كليفج، كليفج وهي في الجيرني عشان تروح تبقى امبلانتد في اليوترس. فلو حصل هذا الكليفج اكستريملي ايرلي قبل ما تروح تبقى امبلانتد، فطبعا لسه ولا تكون كوريون ولا اميون ولا اي حاجه خالص، فكل واحد هيكون حاجته، هيبقى اسمه داي كوريونيك داي امنيوتك. لو حصل هذا الديفيجن من اليوم الرابع لليوم الثامن، هيبقوا سنجل بلاسنتا بس اثنين امنيوتك ساك، مونو كوريونيك داي امنيوتك. لو حصل الديفيجن ده ليتر اون من اليوم الثامن لل 12 بعد الفورميشن بتاع البلاسنتا والاميون، يبقى هيبقوا مونو كوريونيك اند مونو امنيوتك. لو حصل الديفيجن بعد فورميشن اوف اورجنز، هيبقوا اسمهم كونجوينت توينز، ودول اللي هيبقوا شيرنج يعني اورجنز او متلاصقين، بنقول عليهم التوأم المتلاصق. في سؤال في القصه دي؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هي هتبقى حامل في توينز؟ هل في كلينيكال بيكتشر هتختلف لو كانت هي عن لو كانت هي حامل في سنجلتون بريجننسي؟ ازاي؟ ده سيمتوم. احنا كلينيكال بيكتشر عايزين نشوف سيمتومز اند ساينز، والسيمتومز دي الكومبلين بتاع العيانه، الساينز اللي هو جنرال ابدومينال اند بي في اكزامينشن. طب سيمتومز هتيجي تشتكي من ايه؟ هايبرنسس جرافيديرم مثلا. السيمتومز كلها بتاعه البريجننسي هتبقى اكزاجيريتد، لا
لان الاكسجين ليفل ريلاتيفلي هيبقى اعلى عشان هم عندنا فيلاي اكتر او يعني كورين اكتر. فبالتالي السيمتومز اللي هي من ضمنها النوز يعني فوميتنج جوري بريجننسي هتبقى اكزاجيريتد. بعد كده لما نيجي نشوف الميديكال ديز اوردرز بس دي مش هتبقى سيمتوم بقى هتبقى ساين، هنلاقي ان هي ممكن تبقى عندها مور لايبل ان هي يحصل لها ميديكال ديز اوردرز جوري بريجننسي، لان زي ما هناخد بعد كده في البي اي اتش او بريجننسي انجوز هايبرتنشن من ضمن الثيوريز بتاعتها ان هو اتسي جي ليفل. الاتسي جي بي هو اللي بيعمل الهايبر اميسيس، فبالتالي بنلاقي حتى زي ما خدنا في الفيزيكولر مول ان هم ممكن يبقى عندهم هايبر اميسيس جرافيديرم عشان الاتسي جي ليفل عالي قوي. فبالتالي الاتسي جي كل ما يعلى كل ما يبقى عندنا لايبيليتي فور بي اي اتش فور هايبر اميسيس جرافيديرم، لانه من الثيوريز بتاعه الاميسيس او الفوميتنج والثيوريز بتاعه البي اي اتش. فبالتالي الميديكال ديز اوردرز ممكن تعرف برضو لايبيليتي انه يحصل لها انيميا جيستيشنال دايابيتس. كل الميديكال ديز اوردرز ممكن تبقى اعلى جيرينج بريجننسي. طب اكتر يجيلهم بوست ماتوريتي يعني تقعد لحد بعد 40 اسبوع ولا بري ماتوريتي؟ بري ماتوريتي لان من ضمن الثيوريز اوف ستارتنج ليبر بالظبط الاوفر ديستنشن اوف ذا يوترس. فطبعا الاوفر ديستنشن ده بيحصل ايرلي، فعمره ما تلاقي واحده توينز قاعده لك بعد الاسبوع ال 40 واسبوع 41 42 خالص. ده بالعكس ده بيجي لهم ليبر بينز ايرلي يعني 36 اسبوع او قبل كده كمان، فعمر ما بتلاقيهم ان هم بيوصلوا لبوست ماتوريتي، دايما بيبقوا بريماتور. طب نرجع نتكلم كليك بيكتشر. احنا قلنا هي هتيجي تشتكي من يا اما بطنها تقول لك انا بطني كبيره قوي، يعني انا ده انا صاحبتي حامل برده في الرابع زي بس انا بطني ما اعرفش قد ايه وهي بطنها قد ايه، فممكن تشتكي من لارج سايز ابدومن ده يبقى كومبلين بالنسبه لها، او تشتكي من اكزاجيريتد سيمبتومز بتاعه البريجننس تقول لك انا في الحمل اللي فات ما كنتش برجع بالمنظر ده، انا في الحمل ده عماله برجع كتير قوي او عندي سيفير نوزيا يعني سيفير فوميتنج، فده سيمبتومز تشتكي منها العيان. طب ساينز انت لما تيجي تعمل لها اكزامينشن جنرال اكزامينشن هل في اختلاف في الجنرال اكزامينشن؟ ايه فده لابد ده اوبساتريك ده يكون مانوفر اوبساتريك او ابدومينال اكزامينشن، لكن في الجنرال اكزامينشن هل ممكن الاقي في اختلاف؟ ممكن مثلا ممكن يبقى الاقي انيميا او بالور اكتر كويس، ممكن الاقي ساينز اوف ديهايدريشن لو هي عندها سيفير مثلا نوزيا اند اند فوميتنج مش كده ولا ايه، ممكن الاقي هايبرتنشن لو هي ما قبل كمان ال 20 اسبوع، لان دايما بتقول الهايبرتنشن بتيجي بعد 20 اسبوع لو هي جيستيشنال او ريليتد تو بريجننسي، فدي ساينز جنرال انا ممكن اشوفها في الجنرال اكزامينشن. طب ابدومينال اللي انتوا قلتوه بقى بالظبط لما اجي اعمل الليوبولد مانوفر عشان اشوف الفاندل ليفل والفاندل جريب والامبيليكال جريب والفيرست بالبيك جريب هلاقي ايه في الفاندل ليفل؟ عالم الفيري ده بقى منوريا، يعني هتكون حامل مثلا 12 اسبوع الاقي لا الفاندل ليفل بتاعها بتاع 16 اسبوع او حاجه زي كده، فلاقي الفاندل ليفل اعلى من البيريد اوف امنوريا. طب اخبار الفاندل جريب ايه؟ ممكن الاقي حاجتين. طب والبول اللي انا ماسكاه يعني لو انا ماسكه مثلا الباتوكس ده اسمه بول فيتال بول، يعني البول اللي انا ماسكه الهاد او الباتوكس هلاقيها ايه؟ يعني انا متوقعه البطن قد كده فابقى متوقعه ان البيبي ده كبير مش كده ولا ايه؟ فهلاقي انها صغيره بالظبط كده، في ديسكريبنسي بتوين اللي انا ماسكاه وحجم البطن، حجم البطن قد كده والاقي الراس حاجه قد كده، فيعني ده هيبقى فيه ديسكريبنسي بتوين البول فيتال بول اللي انا حاساه وبتوين اللارج سايز بتاع الابدومين. فده لو احنا بنعمل الابدومينال اكزامينشن ليفول مانوفر فاندل ليفل طبعا اعلى من بيريد اوف امنوريا، الفاندل جريب هيبقى البولز دي هلاقي مور ذان 1 بول طبعا وهلاقيهم صغيرين ان ريليشن تو السايز بتاع الابدومين. طب اخبار الفيتال ده بالنسبه للفاندل ليفل فاندل جريب وامبيليكال جريب طبعا هلاقي كذا بول برده نفس القصه. طب الفيتال هارت ساوند هسمعه فين؟ مكان ايه؟ ات تو ديفرنت سايز ات ذا سيم انتنسيتي، ومهمه جدا ات ذا سيم انتنسيتي. ليه؟ لان هو الطبيعي ان في الهارت ساوند انت تسمعه مثلا فوق الامبيليكس او تحت الامبيليكس ديبندنج على هو كفالك ولا بيتش بريزنتيشن. لو كفالك هتسمعه فين؟ تحت. لو كفالك هسمعه تحت لان الراس تحت فبالتالي هسمعه ده، لو بريتش الراس فوق فبالتالي هسمعه فوق. طيب بس هل انا سمعته مثلا هو كفالك بريزنتيشن وسمعته تحت، هل لو جيت مثلا شويه فوق الامبيليكس هنا ممكن اسمعه؟ مش في ترانسميشن بالووتر اللي موجوده جوه، ففي ترانسميشن بس الانتنسيتي هلاقيها ايه؟ قلت يعني هسمعه بهاي انتنسيتي. لو هو كفالك بريزنتيشن بيلو ذا امبيليكس ممكن اسمعه اباف ذا امبيليكس بس بانتنسيتي اقل، فعشان كده احنا بنسمع الفيتال هارت ساوند اللي هي في الحته الانتنسيتي بتاعتها عاليه قوي. طب هنا بالنسبه للتوينز ايه اللي هيحصل؟ هسمعه بتو هاي انتنسيتيز ات تو ديفرنت سايتس، يعني على حسب هو بريتش هو كفالك هم ايه يعني، فبنسمعه ات ذا فيري سيم انتنسيتي عالي قوي. يعني انت وانت بتسمع الفيتال هارت ساوند تقول مثلا لنايك زميلك انا سمعته خلاص اهو،
لك ازاي بقى ده انا سمعته هنا كويس قوي كمان، فتلاقوا انه فعلا التو انتنسيتيز زي بعض وكويسين وعاليين وكل حاجه التو ديفرنت سايدز. حتى ساعات ان احنا لو حطينا بقى سي تي جي فبنحط على هنا يعني على التو انتنسيتيز هتلاقي ان هو الاثنين غالبا ما بيبقوش ماشيين مع بعض. يعني انتوا كلنا لو قعدنا عمر ما هتلاقي الهارت ريت بتاعنا كلنا ماشي كله تك وتك، يعني مش تبقى كده كله ديفرنت، مش كده ولا ايه؟ فبرضه هم التو فيتس دول هيبقى ليهم فيتال هارت ساوند ديفرنت، فبيعمل زي الجالوبينج ساين بتاع الحصان. عارفين الجالوب بتاع الحصان وهو بيمشي لما رجليه بتدب على الارض الاولانيين وبعدين اللي وراهم يبقى ترك ترك، يعني تلاقي ان هو زي جالوبينج ساين. حتى نيجي نسمع فيتال هارت ساوند بنقول انه في جالوبينج ساين، لان يو كان هير ات تو ديفرنت انتنسيتيز ات تو ديفرنت سايتس وذ ذا سيم انتنسيتي، فبنقول عليه جالوبينج ساين. فده بالنسبه للابدومينال اكزامينشن. يبقى احنا الكلينيكال بيكتشر قلنا سيمبتومز هي هتشتكي من ايه، ساينز جنرال اكزامينشن ابدومينال اكزامينشن ليوبود مانوفرز. وبعدين لو جيت اعمل في في اكزامينشن برده نفس القصه، هلاقي انه سمول سايز بتاع البريزنتنج بارت ان ريليشن للابدومن، فتلاقي ان هو انت حاسس راس صغيره او باتك صغيره او كده والابدومن بتاعتها كبيره. فده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سواء سيمبتومز او ساينز. في سؤال يا دكاتره، هتعرف ازاي ان هي توينز؟ الترا ساوند. طب الترا ساوند ده انت من امتى ممكن تعرف ان هما توينز؟ ايوه اني انتي نيتال كير ها؟ من اول الفيرست ترامستر، مش كده ولا ايه؟ مش احنا بنقول في احنا بنعمل في الانتي نيتال كير 3 الترا ساوند واحد في الفيرست ترامستر عشان ايه؟ اشوف ايه هو سنجل ولا مالتيبل كويس، واذا كان ليفنج ولا داد وانترايتراين ولا اكسترايتراين. هو ده الهدف من الفيرست ترامستريك الترا ساوند، ان احنا بنشوفه سنجل ولا مالتيبل، اهو سنجل ولا مالتيبل، واذا كان ليفنج في بالسيشن يعني ولا داد، واذا كان انترايتراين ولا اكسترايتراين. فده الالترا ساوند اللي هو فيرست ترامستريك الترا ساوند بنعمله ليه. في حاجه اسمها سكند ترامستريك الترا ساوند، ده فور انوماليز سكان عشان نشوف اذا كان في اي كونجنتال انوماليز موجوده. والثيرد ترامستريك الترا ساوند ده عشان الجروث بتاع البيبي، نشوف اذا كان سمول فور جيستيشنال ايج، لارج فور جيستيشنال ايج، ولا افريج فور جيستيشنال ايج. فالفيرست ترامستريك الترا ساوند ده من الاول خالص يبان. وفي صور الترا ساوند كده هنبص عليها عشان تشوفوا الكوينز بيبان ازاي شكلهم. وكل ساك موجود فيها كراون رام لانث، يعني ساك وكراون رام لانث موجوده اهو فوق، ده كراون رام لانث وده كراون رام لانث، ودول تو ديفرنت ساكس، واهو كبر شويه برده تو ديفرنت ساكس اهو. دول ايه؟ يعني دول داي امنيوتيك مونو امنيوتيك، دول ايه؟ داي امنيوتيك لان تو ديفرنت ساكس، فدول داي امنيوتيك لان عندنا تو ديفرنت ساكس اهو. برده نفس القصه، كبر البيبي وهو الامنيوتيك ساك اهو باين السيباريتور ده اللي بين التو فيتسز، فده فيتس وده فيتس تاني، ودول برده داي امنيوتيك اهو هنا باين قوي فيتس A وفيتس B، والاميون اللي بين التو فدول برده داي امنيوتيك توينز. شايفين بقى ده مونو امنيوتيك لان هو سنجل ساك ما فيش اي سيباريتور بين ده كويس، وعندنا تو فيتسز اهو، فده ده مونو امنيوتيك، ده مونو امنيوتيك كويس. برضو ده نفس القصه ان هو ما فيش، صعب انك انت تقول مونو كوريوني خلاص، لكن المونو امنيوتيك ده صعب لان او ده امنيوتيك صعب لانك انت تشوفه او تفيريفاي من الاول. طب اخبار دول ايه؟ ده مونو امنيوتيك، ده مونو امنيوتيك وكمان شكله ان هو كونجوينت توينز كمان، يعني دول شكلهم ان هم لازقين او شكلهم ان هم كونجوينت توينز. طبعا بتكونفيرم لما بتعمل بتكونفيرم طبعا بال 3 دي. وبعدين من بدري مهم قوي لو انت لقيته مونو امنيوتيك تكتب في الريبورت ان هو مونو امنيوتيك. ليه؟ عشان كومبليكيشن بالظبط كده، يعني مونو امنيوتيك ممكن يحصل معاهم كومبليكيشن، عشان كده حتى المونو امنيوتيك دول لو احنا عندنا توينز مونو امنيوتيك مش بنولدهم بجوين، لان بنبقى قلقانين قوي لو احنا بنولد واحد الثاني يعني يحصل كومبليكيشن للفيتس الثاني. فده من ضمن الانديكيشن اوف سيزاريان سكشن انك انت تولد توينز سيزاريان لو كانوا مونو امنيوتيك. عشان كده في الريبورت من الاول لاول ما تعمل فيرست ترامستريك الترا ساوند وتلاقي ان هو مونو امنيوتيك بتكتب ان هو مونو امنيوتيك. طب لو لقيته داي امنيوتيك ممكن ما تكتبش توينز بس، لان باي ديفولت اتس داي امنيوتيك، لان الحمد لله الانسنس اوف داي امنيوتيك اعلى كتير من المونو امنيوتيك. فلو انت لقيته مونو امنيوتيك بتكتب، لو انت ما كتبتش حاجه يبقى باي ديفولت اتس داي امنيوتيك. يبقى ده بالنسبه للانفستيجيشن. طبعا الترا ساوند، هل في كومبليكيشن ممكن تحصل من وجود توينز؟ ايه؟
اول دي ماتور ليفل يعني ماتيرنال وفيتال ديفينتلي ماتيرنال وفيتال ماتيرنال وفيتال. طيب ايه بالنسبه للماتيرنال؟ ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل للام؟ ميديكال ديز اوردر هاير انسيس اوف ميديكال ديز اوردرز هايبر انسيس جرافيديرم انيميا بي اي اتش جيستيشن دايابيتس كل الميديكال ديز اوردر بيبقى عندنا هاير انسيس ليهم. ايه كمان ده بالنسبه للام؟ ممكن اي يحصل بريماتور رابتشر اوف ميمبرنز عشان او بريتيرم ليبر. اكتر هي مش بريماتور رابتشر اوف ميمبرنز قد ما هو بريتيرم ليبر لانه اوفر ديسانس اوف يوترس. طب والبريماتوريتي دي ماتيرنال كومبليكيشن؟ لا دي فيتال كومبليكيشن طبعا. الام ما فيهاش ده بالعكس ده الام ده خلاص خلصت من البريشر لان هي طبيعي ان هي كلهم هيجوا ببريشر مانيفيستاشن طبعا لان بطنها اكبر من العادي فتجيلك مثلا عندها ديستريس بالنسبه للريسبيريشن عندها بريشر مانيفيستاشن لور ليم دي هتبقى اكتر بكتير عشان البريشر بتاع الجرافيتي يوترس ده فكلهم هيجوا ببريشر مانيفيستاشن بلس اور ماينس انكريز الانسنس بتاع الميديكال ديز اوردر. ده بالنسبه للماتيرنال كومبليكيشن. طب بعد ما تولد هيبقوا لايبل ان هو يحصل لهم ايه؟ بوستبارتم هيمرج اتونيك بوستبارتم هيمرج من الاوفر دي ستاندرد يوترس ده فبالتالي لايبل ان هم يحصل لهم اتونيك بوستبارتم هيمرج عشان كده لازم يبقى في بالك بعد ما تولد توينز انك انت لازم تعلق لها اكباليكس عشان تستيميليت تراين كونتراكشن ما يحصل لهاش اتونيك بوستبارتم. فده بالنسبه للماتيرنال كومبليكيشن. امال ايه الفيتال كومبليكيشن؟ بريماتوريتي باي فار ذا كومنست هي بريماتوريتي طبعا لان البيبيز دول يعني غالبا هيتولدوا قبل 36 اسبوع او يعني لما ايه اللي يوصلوا 36 اسبوع لكن ديفينتلي بريماتوريتي هي باي فار الكومنست كومبليكيشن اوف توينز فيتال كومبليكيشن بالنسبه للتوينز. ايه كمان؟ هل ممكن يبقى في مشاكل اخرى للتوينز دول؟ ممكن يبقوا كونجوينت والكونجوينت طبعا دي مشكله يعني ممكن يبقوا كونجوينت توينز. كونجوينت توينز امتى ممكن يبقوا كونجوينت توينز؟ مع اني تايب المونوزايجوتيك ولا الدايزايجوتيك؟ المونوزايجوتيك امتى؟ لو حصل الكليفج ده بعد 12 يوم فده ممكن يبقوا عندنا كونجوينت توينز. يبقى كده احنا قلنا الكومبليكيشن فيتال كومبليكيشن اول حاجه بريماتوريتي ديفينتلي ممكن يبقوا كونجوينت توينز اكيد. ايه كمان ممكن يحصل لهم فيتال ديستريس هاي انسيدنس اوف فيتال ديستريس؟ ليه كل حاجه طبعا ليه؟ يعني احنا قلنا بريماتوريتي عشان يوتراين ديستنشن قلنا كونجوينت توينز عشان لو مونوزايجوتيك لو حصل كليفج بعد 12 يوم. اللي يقول لي فيتال ديستريس يقول لي ليه يحصل اكتر في التوينز فيتال ديستريس؟ اول حاجه هل البرولونجد ليبر بتساوي فيتال ديستريس؟ وليه يبقوا عندهم برولونجد ليبر اكتر ده اذا كان يوتراين ديستنشن ويعني ليه يبقى عندهم برولونجد ليبر اكتر؟ ما هو لازم تقولوا لي بصوا مفيش اي مشكله خالص في اي حاجه انتوا تقولوها بس لازم تبقى لا اسمعوني لازم تبقى جاستيفايد. بمعنى انت لما تخش الاورا لو قلت حاجه عكس اللي هو مقتنع قناعته الشخصيه لان بالذات في الاوبس يعني البراكتسز ممكن يبقى فيها فاريابيليتي ف او مثلا جيت تاخد البريزنت هيستوري كويس جيت وانت بتاخد البريزنت هيستوري لقيتك بتاخد انتي ميتال كير وبتاخد الهازبند هيستوري اللي هو انا قناعتي الشخصيه مش باخد الهازبند هيستوري غير في الشيت بتاع الانفيرتيليتي لان ده اللي يهمني لكن انتي ميتال كير انا ماليش دعوه خالص بالاب فبالتالي بسالك ليه ليه بتاخد الانتي ميتال كير ليه في الانتي ميتال كير بتاخد الهازبند هيستوري؟ لو قلت لي هم قالوا لنا كده اللي هو انت مجرد مش كده يعني او العيانه اتكلمت على جوزها فانا رحت كاتبه ورا العيان او كتير قوي بقى هي اللي بتنافس فعلا في البريزنت هيستوري اصل العيانه قالت لي كده يعني قالت بتقول لي سيست اوفر ذا يوترس ما هي قالت لي كيس على الرحم فانت سيست اوفر ذا يوترس ما هي العيانه قالت العيانه تقول لي هي عايزاه انت الدكتور اللي فاهم تترجم الكلام ده. فلو قلت لي مثلا الهازبند هيستوري في الانتي نيتال كير قلت لي هم قالوا لي كده اكشولي انا كطبيب بيدسكس ويارجو مع طبيب هحط لك درجه ايه شكلها ايه يعني اقتنعت بيك كام في الميه؟ لكن مثلا لو قلت لي عشان ممكن الباسيف سموكينج ده ياثر على الانتي نيتال كير فبالتالي عشان كده عشان اسالها بس على السموكينج بالنسبه للهازبند وكده ممكن عشان مثلا ده ياثر على السبرم وهي جايه ببليدنج ان اولي بريجننسي فبالتالي ده يعمل ريسك اوف سبونتينيوس تمام جدا خلاص المهم تبقى جاستيفايد ما عنديش اي مشكله في اي حاجه تقولها المهم تبقى جاستيفايد يعني ليك ميديكال جاستيفيكيشن او راشنال بيهايند اللي انت بتقوله ما تكونش انت كده بتقول كلام وانت مش مقتنع بيه او مش فاهمه لازم تبقى فاهمه او ليك راشنال بيهايند يبقى كده تمام جدا شابوه وهايل قوي مش كده ولا ايه بلاكس انت هتبقى متميز عن اللي جنبك اللي هو قال يعني لو قلت لي راشنال يحترم فاهمين فبالتالي اللي يقول لي فيتال ديستريس لازم يقول لي ليه يعني اللي يقول لي فيتال ديستريس في التوينز برضه لازم يقول لي ليه لا احنا بنتكلم ان جنرال على فيتال كومبليكيشن ان توينز وهل
واحد كبير والتاني صغير. واحد كبير والتاني صغير. ليه واحد كبير والتاني صغير؟ خد اكل. هو لو كان نفس السمبل عشان ايه البلاد فيسل حصل لو هي مونوكاريونيك او حصل البلاسنتا دي كانت واحده او مونوكاريونيك وحصل حاجه اسمها توين تو توين ترانسفيوجن سيندروم. توين تو توين ترانسفيوجن سيندروم ان هو يعني بلاد سبلاي من البيبي الاولاني راح لبيبي تاني، فبالتالي واحد من الفيتوسز هيبقى سمول فور جيستيشنال ايج وهيبقى اوليجو هيدرامنيوس واناميك وكده، والتاني هيبقى لا لارج فور جيستيشنال ايج وبولي هيدرامنيوس المايل فيتل كتيره وبولي سايسيميك، يعني ده اسمه توين تو توين ترانسفيوجن. فممكن يبقى عندي ديسكريبنسي بتوين السايز او الفيتال ويت بتاع الفيرست توين والسكند توين، والديسكريبنسي دي لو اكتر من ربع كيلو بين الاثنين بنقول عليهم حاجه اسمها ديسكوردنت twins. discordant يعني في discoordination between both twins، ودي بتيجي لو احنا عندنا حاجة اسمها twin to twin transfusion syndrome. twin to twin transfusion syndrome طب نعمل ايه لو لقيت twin to twin transfusion syndrome؟ بخش بعد مش هعمل حاجة حسبهم هما كده. هو الريسك هنا على مين؟ طب الاثنين طبعا البوليسايسيميك والبوليهيدرامنيوس واللي مش عارف ايه ده ما عليهوش ريسك؟ ما عليه طبعا، ما هو ده مش حاجة هيلثي ان هو يبقى polyhydramnios و polycythemic و large for gestational age و macrosomic، مش حاجة هيلثي. فالاثنين عليهم risks هنا، فبالتالي تعمل ايه؟ ممكن انا اخش intrauterine واحاول ان هو اشوف اللي هي blood supply ده احاول ان انا اقطعه من بعضه، او مثلا انا اعمل intrauterine blood transfusion للي هو الطفل الصغير. كويس، يبقى احنا في options طبعا of treatment، بس هيبقى in utero لان انا عايزة اسيف الفيتس دول. المشكلة فين؟ في الانستوماتيك vessels. ممكن اعمل ايه الانستوماتيك vessels under doppler؟ يعني انت عامل doppler ultrasound and doppler، انت شايف الانستوماتيك vessels دول بتخش intrauterine intraamniotic وتعمل laser ablation of the anastomatic vessels. بتتعمل وجدا تعمل في القصر العيني وفيري سكسسفل، يعني يمكن دي من الانترايتراين سيرجريز القلائل اللي ليهم نتائج كويسه جدا اللي هو الليزر ابليشن اوف ذا اناستوماتيك فيسلز بتاعه التوين تو توين ترانسفيوجن. يبقى بالتالي الفيتال كومبليكيشن قلنا اول حاجه بريماتوريتي عظيم، تاني حاجه ان هو يحصل التوين تو توين ترانسفيوجن سيندروم، فبالتالي واحد من الفيتوسز يبقى صغير والتاني كبير، فممكن ان انا اخش اعمل ليزر ابليشن. ايه كمان كومبليكيشن سبيسيفيكلي للتوينز ممكن انها تحصل؟ ممكن لو الاثنين نزلوا مع بعض في نفس الوقت يحصل اوبستراكشن مثلا على اللي هو على البلفيك اللي ما يقدرش ان هم ينزلوا مع بعض، او لو الاثنين بريزنتنج بارت نزلوا مع بعض. اوكي، بس هو اكستريملي رير، انا عمري ما شفتها انه الاثنين بريزنتنج بارت. امتى ممكن يحصل هذا المشكله؟ لو كانوا كونجوينت ملزوقين، فلكن لو هما مش ملزوقين في بعض مش كونجوينت توينز صعب قوي ان احنا نشوف الاثنين فيتاسز نزلوا مع بعض، لانه غالبا الباسجز بتدايركت واحد وبعديه الثاني، لكن عمر ما الباسجز هتدايركت بوث مع بعض، لانه انت عندك الباسجز اصلا ضيقه، فعمرها ما هتدايركت بوث مع بعض ان هم يخشوا سوا. يبقى احنا قلنا الكونجوينت توينز وبالكومبليكيشنز بتاعتهم، قلنا الديسكوردنت توينز بالكومبليكيشن بتاعتهم والمانجمنت بتاعهم، قلنا البريماتوريتي. ايه كمان ممكن يحصل؟ حاجه اسمها لوك توينز. ممكن يحصل حاجه اسمها لوك. وبعدين جه البيبي الثاني وهو بيتولد راسه جت تحت التشين بتاع البيبي الاول. البيبي الاولاني، ما هو الاولاني ده اللي هو بيتولد الاول، احنا بنسمي الفيرست اللي هو جاي لي في الاول. لو انا عملت بي في اكزامينشن هو ده اول واحد بقابله، ده اسمه الفيرست توين. اول واحد يتولد ده برده اسمه الفيرست توين، والثاني اللي هو جاي بعده ماشي. فالفيرست توين كان هنا ايه البرزنتيشن بتاعه؟ بريتش. هل ممكن يبقى كفالك ويحصل هذا التعشيق؟ مش ممكن، ما هي الراس نزلت، فبالتالي لازم الاولاني يبقى بريتش برزنتيشن زي ما هو اهو. ده الاولاني طبعا لان ده اللي اتولد الاول، فعشان كده بنسمي ده الاولاني. كويس، لان هو اللي اتولد الاول اهو جسمه كله بره. كويس، وده الثاني لان هو اللي لسه موجود جوه، فبالتالي لو الاولاني بريتش والثاني كان كفالك برزنتيشن فممكن ان هو يحصل لنا حاجه اسمها لوك توينز. لوك توينز دي الثيرد اوبستريك نايت مير، انك انت لو قابلت لوك توينز برده بتيمبروفايز. بتيمبروفايز اللي هو يعني واتيفر بقى هتولدهم دول ازاي، لان طبعا انك انت تديز امباكت راس من راس دي مش ممكن تحصل. هتعملها ازاي بهاينري؟ ما فيش سبيس انك انت تدخل ايدك وتديز امباكت ده من ده. فاللوك توينز دي فعلا لو احنا عندنا اوبستريك نايت مير، احنا مثلا مش بنعتبر بوست بارتم هيمرج وبلاسنتا اكريتا ده اوبستريك نايت مير، اتس ا
complication, serious complication, but it is a complication بمعنى ليها كتالوج تمشي بيه عشان تعمل لها management. لكن ده مالوش كتالوج. ما فيش كتالوج تمشي بيه عشان تعمل له management. اللوك توينز ده. زي ما اخدنا قبل كده كان ايه obstetric nightmares. Things after coming head والchildren dystopia بالزبط. لو ما جاش بمكرم. فهما دول فعلا obstetric nightmares اللي هو لو انت قابلتهم هتبتدي انك انت تimprovise بقى كل واحد يشوف هو هيعمل ايه. فاللوك توينز دي مش هتحصل غير في التوينز ديفينتلي. وكمان مش اي توينز, ده لازم الاولان يبقى بريتش والثاني كفالك عشان تشوف لوك توينز. يبقى الكومبليكيشن اللي احنا شفناه قلنا ممكن يبقى عندنا بريماتوريتي, ممكن يبقى عندي كونجوينت توينز, ممكن يبقى ديسكوردنت توينز, ممكن يبقى عندي لوك توينز. ايه كمان واحد ينزل في الاول والثاني يكمل, يعني قصدك ينزل بري تيرم والثاني يكمل بعد كده ابورشن يعني. واحد ممكن طبعا واحد حصل له سبونتينيس ابورشن كويس والتاني كمل. ممكن تكون بتعمل الترا ساوند فعند 5 اسابيع مثلا ولقيت فعلا تو جيستيشن ساكس موجودين كويس. جيت بعد كده بتعمل الترا ساوند لقيت ان هو واحد كمل والتاني لا. طبعا عادي طالما ان هم يعني عندنا في الدايزيجوتيك توينز في انسنس اوف سبونتينيس ابورشن كام في المية برضه هنا استنى يعني اللي هو كام يعني 50% 15% في 15% ممكن واحد منهم ينزل عادي خالص spontaneous abortion. كويس تيجي تقولك انا حصل لي شويه bleeding تفتكر ان هو threatened abortion, تيجي تعمل الترا ساوند لان هو لا ده هو في بيبي بس هو اللي مكمل والتاني لا. كويس او من غير ما هي حتى يحصل لها bleeding ساعات بنقول عليها حتى vanishing twin. vanishing تكون عامل الترا ساوند في الفيرست ترامستر في 5 اسابيع وكانوا اثنين وبعدين بعد كده تلاقي انك انت في الفولو اب الترا ساوند بتلاقي عشان تشوف مثلا الهارت ريت او كده لان الهارت ريت ما كانش لسه باين كان لسه فيري ايرلي. فتيجي تعمل الالترا ساوند بعد كده تلاقي واحد توين بس اللي انت شايفه والتاني لا. حتى ممكن هي تباس ان نوتس او ما يكونش عندها بليدنج يعني اللي هو تو بي منشنز يعني. فبالتالي ده بنقول عليه فانشنج توين. طب ده هيعمل لي مشكله؟ مش هيعمل لي اي مشكله خالص, بس يعني حاجه من الحاجات اللي احنا اوبزرفيشن ممكن تبقى موجوده اللي هو فانشنج توين. ممكن يبقى عندي كومبليكيشن فيتر كومبليكيشن بريماتوريتي لوك توينز ديسكوردنت توينز عشان توين تو ترانسفيجن سيندروم لوك توينز. ايه تاني ساعات بنقابل يا دكاترة انه for any reason يحصل intra-infantile death for a fetus والتاني يكون عايش من غير اي complication. يعني بتلاقي موالا عندها twin to twin transfusion diaperlonic diamniotic ما يعني فيش مشكلة في الام كويس ولا هي diabetic ولا hypertensive ولا حاجة. حصل انه sudden intra-infantile death, حصل intra-infantile death لبيبي والتاني لسه عايش, هتعمل ايه؟ هتكمل الحمل ولا هتعمل termination of pregnancy؟ على حسب ايه؟ امتى ايه؟ الجستيشنال ايج مش كده؟ لو انا لقيت القصه دي حصلت مثلا عن 36 اسبوع حوالي ده هعمل اندكشن اوف ليبر اند ترمينيشن اوف بريجنسي انا اكمل ايه؟ طب لو القصه دي حصلت لي عن 28 اسبوع ادي كورتيزون استنى شويه؟ هو انا قلقانه من ايه؟ قلقانه من دي اي سي يعني قلقانه من دي اي سي لان في بيبي مات ففي ترومبوبلاستي ماتيريال بقت ريليست في البلد فدول ممكن يعملوا للعيانه للست الحامل دي دي اي سي. فانا قلقانه انه يحصل لها دي اي سي من البيبي اللي مات. لكن في نفس الوقت انا قلقانه ان انا لو ولدت دلوقتي هو البيبي اللي عايش ده بريماتور فيحتاج حضانه وينزل بار دي اس وكده. فبالتالي انا عندي تو تشالنجز ان انا مش عايزه ادخل الام في كومبليكيشن لكن في نفس الوقت برضه مش عايزه البيبي ده يتولد بريماتور طالما ان هو جوه المليو بتاعه لسه كويس وما فيهوش مشكله. فاعمل ايه؟ ممكن مثلا هاي دوز مثلا من الكورتيزون 3 ايام بحيث ان انا اساعد الماتيوريتي بتاعه العيل. هو لما بنتي ستيرويدز يا دكاتره مفيش لو هاي دوز, هي ذا سيم دوز اوف ستيرويدز عشان ابروموت اللانج ماتيوريتي. خلاص انا اديت الستيرويدز بتاعه اللانج ماتيوريتي للفيتس اللي هي بتبقى 2 دوزز خلاص ونولد البيبي بعد 24 ساعه. طب انا اديت ال 2 دوزز وولد البيبي, هل معنى كده ان البيبي ده مش ممكن يحتاج حضانه ولا في بوسيبيليتي برضو انه يحتاج حضانه؟ طبعا في بوسيبيليتي والا ما كانش حد غلب. كنا على طول لما يبقى عندنا ميديكال كومبليكيشن او في اي مشكله ندي ستيرويدز ونولد وكان كده ما يعني الدنيا تبقى كلها جدا. ما بيحصلش كده ليه؟ لان انت ما تعرفش الريسبونس بتاع الفيتس ايه وبرده ممكن ان هو يحتاج انكيوبيتر او يبقى يتولد بالكومبليكيشن بتاعه البريماتوريتي اللي هي اكترها ار دي اس. طيب يعني اعمل ايه يعني؟ يعني حدي ستيرويدز, كلنا متفقين هندي ستيرويدز عشان لو اضطريت ان انا اولد البيبي وبعدين اترمينيت ولا اكمل؟ هعمل الام مثلا بالبي تي البي تي تي علشان اعمل فولو اب مش كده ولا ايه؟ اعمل فولو اب بالكومبليكيشن اللي انا خايفه منها. لو كان مثلا حصل رابتشر ميمبرنز الواحد والتاني لا هعمل فولو اب بسيري اكتف بروتين تي ال سي اي اس ار مش كده ولا ايه عشان انا خايفه من انفكشن.
طب لو كان لا الكومبليكيشن اللي حصلت هنا انتراوترام فيتال ده يبقى انا خايفه من دي ار سي بعمل بي تي وبي سي واي ان ار وفايبرينوجين اف دي بيس فايبرين ديجريديشن برودكتس عشان اشوف لو ابتدى يحصل لي سب كلينيكال كومبليكيشن ما بستناش الكلينيكال ما بستناش انها تبقى فيفرج بقى وديسشارج اوفنسيف وكلام من ده لو انفكشن ما بستناش ان هي تخش مني في دي ار سي سب كلينيكال يعني ايه سب كلينيكال يعني من اول اللابوراتوري كومبليكيشن ابتدي ان انا خلاص انا مضطره ان انا اعمل ترمينيشن خلاص انا وصلت للماكسيمم بنفيت مش هقدر اخد اي بنفيت تاني اكسترا ده كل اللي هاخده ريسكس فبالتالي وانس ان انا وصلت للسب كلينيكال كومبليكيشن اللي انا خايفه منها يبقى ساعتها بعمل ترمينيشن يبقى لو انت جالك ان هو واحد انتراترانفيتال ده والتاني لسه ليفنج طبعا بتدي ستيرويد لان يو نيفر نو انت امتى هتبقى مضطر تعمل ترمينيشن وبعدين تفولو اب بالانفستيجيشن اللي انت قلقان من الكومبليكيشن بتاعتها وانس انك انت وصلت للسب كلينيكال كومبليكيشن دي يبقى ساعتها بتعمل ترمينيشن اوف بريجنسي طب الانسنس ان هو يحصل لك دي ال سي مثلا اعلى لو هو حصل الدث ده في الفيرست ترامستر ولا في السكند ترامستر ولا في الثيرد ترامستر بس كل ما البيبي يبقى كبير كل ما ده يبقى اكتر وعلى فكره دي حاجه برده بوزيتيف لان البيبي هيبقى برده كبير يعني مش هيبقى بريماتشور قوي مش كده ولا ايه لكن لو هو كان بريماتشور قوي يبقى برده الانسنس بتاع الدي اي سي هيبقى اقل يبقى انت قادر انك انت تكمل مع البيبي الثاني اللي عايش ده فتره اطول طب لان هو لو رابتشر ممبرنز وهو وان ساك ما هو ده الاثنين يعني يعني بس هو هنا بتعمل فولو اب عشان مش واحد ميت يعني الاثنين هنا عايشين كويس بس انت برضو اللي هيحصل لك رقم ناقص هي الام هي واحده فيعني حتى لو الاثنين عايشين حتى لو ساك واحد هو اللي حصل له رابتشر اوف ممبرنز والتاني لا ما حصلوش ما الست هي اللي هيجي لها كوريو امنيونايتس فانت بالتالي مش عايز تدخلها في كوريو امنيونايتس حتى لو البيبي واحد هو اللي حصل فيه انفكشن او رابتشر ممبرنز في سنجل امنيوتيك ساك لكن الامنيوتيك ساك الثاني ما حصلش فيه رابتشر اوف ممبرنز لكن الكومبليكيشن هتحصل على الام نفسها فبالتالي برضو بنفولو اب وبنضطر ان احنا نعمل ترمينيشن لو ابتدى يحصل لها سب كلينيكال انفكشن مش هيعدي الانفكشن يا دكتور الثاني امنيوتيك ساك الثاني مش هيعدي انفكشن بس الاول الام هي هتتاثر قبل ما يحصل لها بقى سبتيسيميا عشان الانفكشن والبكتيريا دي تروح للبيبي الثاني فانت من اول السب كلينيكال انفكشن على الام هو اللي بتعمل ترمينيشن لو هو انتر ترانك في التست ايه رايكم هابرن لو هي انتر ترانك في التست اديها هابرن انا زود البليدنج طبعا ده انت خايف دي اي سي ده يعني ايه يعني ان هو في كواجوليشن او كونسامشن للكلوتين فاكتورز لكن الدم بتاعها ميه اللي هي يعني بليدنج تندنسي مش كده ولا ايه فلو ادينا هابرن ده توتالي كونتر انديكيت لان هو هي اساسا جايه لك ببليدنج او عندها بليدنج تندنسي انت زودت هذا البليدنج تندنسي بالهابرن اللي انت زي. ممكن تديها ايه في ايه؟ ما بتعملش حاجه غير انك بتفولو اب بتدي ستيرويد عشان البيبي التاني ان هو تستيميوليت اللانج ماتيوريتي بتاعته وبتفولو اب لما تيجي تحصل هذه الكومبليكيشن بتولدها لان التريتمنت اوف دي اي سي هو ايه يا دكاتره؟ بريفنشن طبعا طب افرض ان هو لا حصل لها خلاص ريبليسمنت بس انت مش هتقعد تستنى ان هو يحصل لها دي اي سي وتعمل ريبليسمنت لانه انت مين قالك انك هتقدر تنقذ العيانه ما هو ممكن هذا ريبليسمنت برده ما يجيبش نتيجه وفي الاخر انت يو ار جوينج تو لوز البيشنت مع طبعا البيبيز يبقى ده بالنسبه للكومبليكيشنز سواء ماتيرنال او فيتر كومبليكيشن اللي ممكن تقابلنا في التوينز طب ايه المانجمنت هل المانجمنت بتاع واحده حامل في توينز يختلف عن واحده حامل في سنجلتون بريجننسي مانجمنت جورينج بريجننسي ات ويل بي ديفرنت ليه عشان عندها هاي ريسك اوف كومبليكيشن ميديكال كومبليكيشن ديورينج بريجننسي فبالتالي هتحتاج مني مور فريكوينت انتي نيتال كير فيزيتس يعني لو الانتي نيتال كير بروجرام بتاعنا بيبقى كل شهر في اول 6 شهور وفي الشهر السابع والثامن كل اسبوعين وفي التاسع كل اسبوع لا دي هتبقى يعني كل اسبوعين في اول ثرو البريجننسي وفي السابع والثامن كل اسبوع ويمكن محتاج اشوفها في التاسع لان هتكون ولدت اساسا فيعني ده بالنسبه مور فريكوينت انتي نيتال كير فيزيتس عشان هبقى محتاجه اكتر يعني ممكن يحصل لها اكتر ميديكال كومبليكيشن فده بالنسبه للمانجمنت ديورينج بريجننسي طب لو انت يو ار مانجينج ديورينج بريجننسي ولقيت مثلا البيبي الاولاني جاي لك بريتش هل تتراي اكسترنال كيفاليك فيرجن لا طب لان انا لو لفيت الاولاني ما الثاني هيلف معايا فبالتالي خليت الاولاني كيفاليك بس الثاني هو اللي خليته بريتش اللي هو يعني وبعدين فبالتالي ما فيش يعني حتى اكسترنال كيفاليك فيرجن كان يعني كونترا انديكيتد لو عندي مالتي فيتال جيستيشن فبالتالي لا فما فيش بوسيبيليتي انك انت جيرين بريجننسي هو المانجمنت بس مور فريكوينت انتينيتال كير فيزيتس لكن ما عنديش قصه الاكسترنال كيفاليك فيرجن زي ما كان عندنا في البريتش وفي الشولدر طب جيرين ليبر هل المانجمنت هيختار اولا التوينز ده ات
تولد فاجينال ولا تولد سيزاريان. يعني واحده بتقول لك انا حامل في توأم على حسب ايه؟ على حسب حاجات معينه كده هنبص عليه. بس الاغلب بيبقى البرزنتيشن بتاعتهم ايه؟ كفالك لان هو الكفالك برزنتيشن 96% من الحالات. حتى لو هم توينز يبقى الاولاني 96% انه يجي كفالك والتاني 96% برضو انه هو يجي كفالك. فالاغلب ان هو هيبقى كفالك. ايوه يعني في الولاده هيبقى ايه اخبار الولاده بالنسبه للتوينز؟ ها اسهل بكتير. ده الباسجز قد كده والعيال قد كده. ده البيبي ما عمره ما هيبقى اكتر من 2 كيلو ونص لان هي هتشيل ايه؟ ما هو الكاباسيتي برده محدوده في بطنها. يعني اخرها هتشيل اللي هم 5 كيلو لو بيبيهين مع الميه لتر ونص ولتر ونص ده. يعني فمش ممكن البيبيهات يبقوا اكتر من 2 كيلو ونص ده يعني. فبالتالي هتلاقي الباسجز فولي دايليتد والبيبي 2 كيلو يعني بيتزفلطوا. ده انت ولا بتحتاج تعمل لها ايفيزيوتومي ولا اي حاجه خالص. لا لو بنتكلم على تيرم بريجنسي لان طبعا البري تيرم حتى لو هما صغيرين انا بعمل ابيزيوتومي عشان الكمبريشن ودي كمبريشن ما يجيلهمش انترا كرانيال هيموريدج. لكن انا بتكلم هنا وحتى هما تيرم يعني عند 36 37 اسبوع بيبقوا خلاص تيرم يعني ما فيش فراجايل بلاد فيسلز ولا اي حاجه. بس هما سمول فور جيستيشنال ايج صغيرين لان هما اثنين بس. فعشان كده بيبقوا حجمهم صغير. فديفنتلي الولاده هنا هتبقى اسهل. بس لازم قبل ما اقرر ان هي اولدها فاجينال دليفري اللي هي هتبقى اسهل مش هبقى عندي فيها مشكله ان شاء الله ان انا اشوف هل هي انديكيتد فور سيزارين سكشن بالاول ولا لا. هو مين اللي بيبقوا انديكيتد فور سيزارين سكشن؟ يعني مين اللي اول ما اشوفها وهي توينز اقول لها لا انت لازم هتولدي قيصري يا مدام؟ طب ليه؟ ما بنت خالتي كانت توأم ولدت طبيعي. لا بس انت لازم هتولدي قيصري ليه؟ لو الاول نان كفال مش شرط بريتش اف ترانسفيرس. لو الاول نان كفال برزنتيشن لو الاولاني نان كفال ليه؟ عشان تو افويد اللوك توينز اللي هي وانا في اوبسايت بتاعت مارس. لو الاولاني نان كفال مونو امنيوتيك لو مونو امنيوتيك مش كده ولا ايه؟ لان مونو امنيوتيك بيكاري ريسك اكتر. فلو هو مونو امنيوتيك لو كونجوينت برده زي حوالدها طبيعي. فلو كونجوينت توينز لو اكتر من اثنين لو تريبلت انت الاولاني طب عارفه طب الثاني الريليشن تو الثالث اخباره ايه؟ فانت لو اكتر من اثنين على طول انك انت هتولدها برده سيزاريان سكشن. ولو ايه؟ لو ليها اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن. هي عامله مثلا ابر سيجمنت سيزارين سكشن قبل كده فما ينفعش ان انا اولدها فاجينا دلوقتي. هي دلوقتي بلاسنتا بريفيا عرضه ان تبقى بلاسنتا بريفيا يعني البلاسنتا هي اللي كامينج عند لور اليوترين سيجمنت او امبلانتد لان هو تو بلاسنتي او بلاسنتا لارج حتى لو حصل لها فيوجن. فبالتالي ممكن قوي ان تبقى اوكيفاينج اللور يوترين سيجمنت عشان هي كبيره فممكن قوي ان هي تنزل على اللور يوترين سيجمنت. فبالتالي اول حاجه لو عندي اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن قالت لي انا بولد على طول قيصري جديده ده انا ولدت مرتين او ثلاثه قبل كده قيصري خلاص خلصنا. كانت والده ابر سيجمنت سيزارين سكشن برده دي خلاص مش انديكيشن فور فاجينال ديليفري. هي بلاسنتا بريفيا هي كونتراكتد بلبس يعني في اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن. ده نمبر 1. نمبر 2 اكتر من 2 فيتسز مش هبتدي حتى اعمل لهم اسسمنت اشوف دول مونو امنيوتيك ولا كونجوينت ولا مش عارف الفيرست جاي ازاي. لو هي اكتر من 2 يبقى اول حاجه لو عندي اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن ده طريقه اللي احنا بنفكر بيه. لو هي عندها اذر انديكيشن مش هاساس اصلا. لو هم اكتر من 2 برده مش هاساس حاجه. طب لو هم 2 ساعتها بقى الاساس هم كونجوينت هم مونو امنيوتيك هو الاولاني جاي ازاي فهو ده اللي انا اشوفه. طب لو لقيت ان الاولاني كفالك بريزنتيشن يا هم 2 وما عندهاش اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن ومش مونو امنيوتيك والاولاني جاي كفالك يبقى كده اي الاو فاجينال ديليفري عادي. يبقى كده انا على اساس انديكيشن فور سيزارين سكشن هل عندي اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن هل هما مور ذان 2 هل هما كونجوينت هل هو مونو امنيوتيك كل دول سيزارين سكشن. طب طلع لا هو ما او الفيرست طبعا نان كفالك كل دول انديكيشن فور سيزارين سكشن. طلع الاولاني كفالك وما عنديش اذر انديكيشن فور سيزارين سكشن يبقى ساعتها الاو فاجينال ديليفري. هعمل ايه للاولاني؟ عادي ما هيتولد عادي. ما هو الاولاني كفالك برزنتيشن فهيتولد ما عندوش مشكله. الاولاني كفالك برزنتيشن هيتولد زي النورمال ليبر عادي خالص. طبعا ما اقدرش اقول عليه نورمال ليبر هقول فاجينال ديليفري لان ده مش سن. فخلاص هيتولد فاجينال ديليفري عادي لو الاولاني كفالك. طيب يبقى احنا كده الاولاني ما عنديش فيه مشكله. هاساس بقى التاني. ما هو الاولاني انا عارفه انه كفالك فخلاص خلصنا من الاولاني. هبتدي اساس التاني اتولد البيبي الاولاني واديته لدكتور الاطفال ساعتها هعمل ايه؟ انا في السيتويشن بعمل ايه؟ بأساس الفاندا ليبل ولا تحبوا تأسسوا ايه يعني هنا؟ البرزنتيشن بتاع البيبي التاني مش كده ولا هتفرق معايا ايه فاندا ليبل؟ ما انا لازم لما بعمل اساس ده هو هنا التايمينج مهم ولا لا؟ الوقت طبعا الوقت مهم جدا. انا لازم اولد البيبي الاولاني خلال قد ايه؟ نص ساعة مش كده ولا ايه؟ لان هو هيحصل البلاسنتا سيبريشن بتاعة بعد كده البيبي الاولاني وكده. فانا لازم اولد البيبي ده
اقل من نص ساعه البيبي الثاني، فلازم اولده بسرعه. هي فولي دايركت ولا لا؟ طبعا المولود الاولاني اتولد ازاي، فهي فولي دايركت. فاعمل اسسمنت لايه في البريشس تايم اللي انا فيه دلوقتي، البرزنتيشن اوف ذا سكند توينز طبعا، عشان اشوف بس انا هولد الثاني ده ازاي. لو لقيته كفالة which is more more common ان انا كفالك وكفالك، ها عادي اعمل رابتشر للممبرنز الثانية واكمل بقى ما هو لو مشى على اوكسيتوسن لو بتاع واولد البيبي التاني. طب لو لقيته بريتش، بريتش اكستراكشن، يعني امسك بقى رجلين البيبي دول وابتدي انا اقول اقول مش خايفة من ريتينج افتر كامينج هيلث، ما هو فولي دايركتد مش لسه في بيبي كان نزل، فانا مش خايفه من حاجه. فبالتالي بكون على البيبي لانه خلاص تستد البلفس بتاعها وما عندهاش كونتراكتد بلفس والعيل صغير دول توينز اساسا. فبالتالي اقول على الرجلين البيبي وانزل الباتوكس وانزل الشولدرز وانزل الهيد وكده اعمل بريتش اكستراكشن للسكند توين اللي هو كان بريتش برزنتيشن. طب لو لقيت السكند توين ترانسفيرس لايف انترنال كودالي فيرجن اند بريتش اكستراكشن، يعني بفحص كده لقيته لا ده ترانسفيرس، ده انا حاسه ايدين ارم هو اللي انا حاساه، اروح مسكه رجلي الاثنين انترنال كودالك فيرجن رابتشر ممبرنز وبريتش اكستراكشن. فده بالنسبه لي لو الاولاني كان كفالك انا وفاجينال ديليفري، والسكند كفالك عادي بالكونتينيو فاجينال ديليفري عادي، السكند كان بريتش بتعمل له بريتش اكستراكشن، السكند كان ترانسفيرس لايف بتعمل انترنال كودالك فيرجن اند بريتش اكستراكشن. طبعا جارد اجينست اتونيك بوست بارتم هيمرج لان اليوترس ده ديستندد، فاول ما بتولدها لازم بتديها اكبالك عشان تبريفنت انه يحصل لها في الفيرست 2 اورز اللي هي فور ستيج اوف ليبر بوست بارتم هيمرج، لان لايبل ان يحصل لها بانيك بوست بارتم عشان الاوفر ديستنشن بتاع اليوترس اللي كان موجود. سؤال في التوينز، وانا بعرف الاول قبل الليبر من ايه، يعني وضعهم في اليوترس جنب بعض ايه، شوف الالتراساوند من بعد يعني بتلاقي بريزنت، انت بتدور على البريزنت بارت يا اما بالالتراساوند يا اما باي بي في اكزامينشن. انت اول بريزنت بارت حاسه ايه؟ حاسس راس خلاص يبقى الاولاني كفالك، حاسس باتوكس يبقى الاولاني ده بريتش يبقى سيزارين سكشن، حاسس لا ريبز او فاضي الفيرست بالب جريب او البي في اكزامينشن عندك يبقى كده الاولاني ترانسفيرس يبقى برده هتعملها سيزارين سكشن. طيب هنتكلم دلوقتي على السيزارين سكشن. هو يعني ايه سيزارين سكشن؟ يعني ده كان ايه ديفينيشن اوف سيزارين سكشن؟ ها افتر بس ديليفري اوف ذا فيتس ثرو ان ابدومينال اند يوتراين انسيجن ناقصه افتر ايج اوف بايبيتي بالظبط كده. يبقى لو definition of cesarean section it is delivery of the fetus through an abdominal and uterine incision after the age of viability. مش كده ولا ايه؟ مش هو لازم يبقى after the age of viability ولا ممكن يبقى before the age of viability؟ لو اسمها لو عملتها before the age of viability يبقى اسمها hysterectomy، لكن cesarean section after the age of viability. طب لو العيل انا طلعته ده عايش، لو العيل انا طلعته ده ميت، لو طلعت اتنين هل بيختلف الديفينيشن؟ لا اسمها سيزارين سكشن، يعني it doesn't depend على الاوتكم بتاعي كان ليفنج ولا ده كان سنجل ولا مالتيبل كان ايه، هو المهم عندي الجستيشنال ايج اللي انا عملت فيه القصه دي. ليه المهم عندي هو الجستيشنال ايج؟ ايه اللي هيحصل عند 24 اسبوع ايه اللي بيحصل؟ اليوترايزر مش احنا عندنا فيه احنا قلنا اليوترس ده فيه upper segment ولور سيجمنت لما شفنا المانجمنت اوف ليبر، وان الابر سيجمنت هو الاكتف اللي بيحصل فيه كونتراكشن اند ريتراكشن، لكن لور يوتراين سيجمنت ده اللي هو فاسيف اللي بيحصل فيه الونجيشن اند لينثنج هو معمول من تو ماسل لايرز، لكن الابر يوتراين سيجمنت معمول من ثلاثه ماسل لايرز. واساسا الفورميشن اوف ذا ابر يوتراين سيجمنت ده بيبتدي فعلا عند 24 اسبوع، يبتدي بقى عندي لور سيجمنت اللي انا اقدر اعمل فيه سيزارين سكشن. هو ليه انا بعملها باي ديفولت لور سيجمنت سيزارين سكشن وليس ابر سيجمنت سيزارين سكشن؟ عشان سترونج سكار. طب ليه السكار بتاع اللور يوتراين سيجمنت اقوى من السكار بتاع الابر سيجمنت بالرغم من ان الابر سيجمنت ده متكون من ثلاثه ماسل لاير لكن اللور سيجمنت ده متكون من سنجل ماسل لاير؟ ليه؟ هي دي على شنطه مرتين، فانا ممكن اجيب اللي هي في الكام ماسل كويس لكن احسن من فوق، وكمان اللي هو الامنيوتيك الادجنشنز بتاعته بتبقى اقل. لما يكون عندي اثنين ماسل لاير يا دكتور، لما يكون عندي اثنين ماسل لاير كويس، ايه اللي هيحصل لما اجي انا اقطع فيهم وايه اللي هيحصل لما اجي بعد كده ان انا اخيطهم؟ هما تو ماسل لايرز، يعني عندك تو ماسل لايرز يعني القماشه ارفع مش كده ولا ايه؟ فلما تيجي انك انت تقطعهم وتيجي تخيطهم بعد كده، ايه اخبار الكوابتيشن اوف ذا ايدجز؟ هتبقى مور لايبل انك تعمل بروبر كوابتيشن اوف ذا ايدجز ولا ليس لايبل؟ مور لايبل، لان هي رفيعه فبالتالي سهل انك انت تجيبهم قصاد بعض وتخيطهم قدام بعض. لكن لو كانت ثلاثه ماسل لايرز
انت ما بتقدرش تعمل سنجل لاير وتقفل، انت ممكن تاخد 2 لايرز او 3 لايرز عشان تعمل proper coaptation of the edges. وكمان الفاسكولاريتي هنا عالية، فبالتالي ممكن يحصل هيماتوما فورميشن، والهيماتوما دي لايبل انه يحصل انفكشن، فبالتالي الهيلينج بتاع السكار هيبقى اوحش في انهي، في الابر ولا في اللور؟ في الابر سيجمنت. فالهيلينج هيبقى اوحش في الابر سيجمنت بالرغم ان هو تخين، هو سترونج لوحده ان هو، لكن لو وانس ان بقى فيه سكار، السكار فيه بقت ويك، السكار فيه هي الويك. ليه؟ لان مفيش proper coaptation of the edges. ممكن اللايبل انه يبقى فيه هيماتوما فورميشن، يحصل انفكشن اون توب اوف الهيماتوما اللي موجوده دي. بلس اخبار البريتون ايه على الابر سيجمنت واللور سيجمنت؟ ادرنت في الابر يوتراين سيجمنت، الفيسر البريتونيوم ده ادرنت على الابر يوتراين سيجمنت، لكن البريتونيوم بتاع اللور يوتراين سيجمنت اخباره ايه؟ لوس لوس. طب ايه فكره ان هو يبقى ده ادرنت وده لوس؟ يعني كده السوتشر لاين بتاعي في الابر سيجمنت باين ولا لا؟ يحصل عليه ادهيجن للانتستين ولا لا؟ والسوتشر لاين بتاع اللور يوتراين سيجمنت باين ولا لا؟ هيحصل عليه انتستينال ادهيجنز ولا لا؟ ايه رايكم؟ الابر هيحصل لان هو رو اريا والسوتشر لاين باينه، فعادي ان الانتست تيجي تدار ليه، فممكن قوي طبعا هيبقى في مور لايبل انه يحصل كومبليكيشن. لكن اللور يوتراين سيجمنت انا بعد ما خيطت اليوترس رحت قافل عليه البريتون، عملت بريتونايزيشن، فبالتالي less liable انه يحصل adhesion و less liable انه الانتستين تقدر عليه او يحصل post operative complication. فاحنا لو عندنا اذا كتر upper uterine segment و lower uterine segment by default تفكروا ان احنا نفضل نعمل upper ولا lower uterine segment cesarean section؟ lower lower segment cesarean section على طول، نعمل lower segment cesarean section by default. لكن الابر سيجمنت دي طب امال بنتكلم عليها ليه؟ لان لما اتوصفت السيزاريان سكشن، اول ما اتوصفت خالص اتوصفت كلاسيكال سيزاريان سكشن، ابر سيجمنت سيزاريان سكشن، هو فتحوا في الابر سيجمنت وفتحوا كمان فيرتيكال انسيجن بالطول كده، فده كانت الكلاسيكال سيزاريان سكشن اللي هي اسمها ابر سيجمنت سيزاريان سكشن، ده اول وصف للسيزاريان سكشن. لكن بعد كده لما لقوا ان هي الكومبليكيشن عاليه، فبالتالي الانسس اوف رابتشر للسكار بتاع الابر سيجمنت 10 times more than the incidence بتاع lower segment. يعني لو بنقول ال incidence of rupture في lower uterine segment مثلا 0.2 كويس 2.9، يعني لسه ما وصلتش ال 1% ال incidence of rupture في lower uterine segment، في upper segment 10 times، يعني من 2 to 9. يعني لو ما بين 100 واحدة والدة upper segment cesarean section في 10 هيحصل لهم rupture uterus. فطبعا definitely دي هتallow vaginal delivery لواحدة كانت والدة upper segment cesarean section ولا you don't allow؟ You never allow. فانت من ضمن الحاجات الاسسمنت اللي هو لو انت هتولدها هي ولدت قيصري قبل كده، بس نوت فور بيرمننت انديكيشن، كان البيبي بريتش، كان اي حاجه مش بيرمننت وجايه لك بعد كده دلوقتي واسست مفيش اي انديكيشن فور سيزارين سكشن غير انها كانت عامله سيزارين سكشن قبل كده، اول حاجه تسالها لها عشان تعرف تولدها فاجينال ولا تولدها سيزارين ابر ولا بالظبط كده، ولو معاها ريبورت للقيصريه انها كانت فاتحه ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت. لو فاتحه ابر سيجمنت على طول هتدخلها فور سيزارين سكشن، لو فاتحه لور سيجمنت سيزارين سكشن ساعتها هي دي اللي تديها تشانس فور vaginal birth after cesarean section اللي بنقول عليها VBAC. فأهم حاجة انك انت تأساس هو upper segment ولا lower segment، او تشوف هو انت هي كانت والدة upper segment ولا lower segment. طب لو انا دلوقتي هي اول cesarean انا بعملها للعيانة، هيبقى هتعملها هل هي upper segment ولا lower segment؟ lower segment طبعا cesarean section. امال امتى اللي بنبقى مضطرين نعمل classical cesarean section او upper segment cesarean section؟ لو اللور سيجمنت لسه ما اتكونتش، لو عامله قبل كده طب ما انا مش لازم اعملها لها برده ابر سيجمنت، يعني هتبقى الانسس اوف رابتشر في الثالثه بقى يعني عالي قوي، طب ما اخليها لور سيجمنت، يعني ليه اعمل لها ابر سيجمنت برده؟ لو بلاسنتا بريفيا هعمل لها ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ لور سيجمنت عادي، مفيش اي حاجه تمنع ان انا للبلاسنتا بريفيا ان انا لازم اعمل لها ابر سيجمنت خالص. ممكن مثلا لو في لو في حاجه في اليوترس مثلا في اللور سيجمنت جايه انا افتح على اللور سيجمنت لقيت فايبرويد لو كده ماشي مش هفتح فيه ماشي، بس مش دي الكومنست انديكيشن. يعني يمكن اكشولي احنا دلوقتي في المودرن اوبستريكس بنعمل كلاسيكال سيزارين سكشن او ابر سيجمنت سيزارين سكشن جاست اونلي فور وان انديكيشن اكيد بالظبط. بلاسنتا اكريتا، ايه هي بلاسنتا اكريتا يا دكاتره؟ ان البلاسنتا بتبقى لازقه في السكار وغالبا بتبقى بلاسنتا بريفي، هناخد الانتي فورتم المره الجايه على طول. فلو هي لازقه على السكار بتاع بريفيس اوبريشن، فبالتالي المانجمنت بتاع بلاسنتا اكريتا لو كانت هي انكريتا اوبركريتا يعني ديبلي انفيدنج المايوميتريا ومش قادره ان انا افصل البلاسنتا عن المايوميتريا تيشو، فبالتالي هعمل مانجمنت ايه؟ لو انا مش قادره اشيل البلاسنتا افصل البلاسنتا عن المايوميتري او مفيش مايوميتريم اصلا لان البلاسنتا اخذت كل المايوميتري وول وما عنديش مايوميتريم كفرنج البلاسنتا، يبقى ساعتها بضطر اعمل ايه؟ سيزاريان هيستريكتومي. فطالما ان انا كده كده داخله بلانينج فور سيزاريان هيستريكتومي، يبقى انا ليه افتح في البلاسنتا وهي
وهي اساسا بريفيا واكريتا وده طبعا هتنديوس سيفير بليدنج. فبفتح ابر سيجمنت عشان ابعد عن البلاسنتا اطلع البيبي اقفل السكار بس بكوخرز او اي حاجه حتى مش بعمله سوتشرينج وابروسيد فور هيستركتومي وايل ذا بلاسنتا ستيل انسايد ما عملش اتمبت اوف سيبريشن اوف ذا بلاسنتا لان اكتر حاجه بتعمل بليدنج هو الاتمبت اوف سيبريشن. يعني لو حاولت انك انت تسيبريت البلاسنتا اكريتا دي اكتر حاجه تعملك لانك انت يو ار كاتينج ثرو ذا تيشوز اللي هي كلها ساينسز فكل ما تكات ثرو ات بتلاقي ان العينه عماله تنزف تنزف وممكن تداي اون تيبل معاك. فعشان كده لو هي بلاسنتا اكريتا وانت يو ار بلاننج فور سيزاريان سكشن يبقى سوري بلاننج فور سيزاريان هيستركتومي يبقى بتخش تفتح ابر سيجمنت تطلع البيبي وبعدين تروح عامل هيستركتومي وايل ذا بلاسنتا ستيل انسايد. فهو يمكن الانديكيشن الوحيده اللي احنا بنعمل فيها ابر سيزاريان سكشن او كلاسيك سيزاريان سكشن هي لو هي بلاسنتا اكريتا اند يو ار بلاننج فور سيزاريان هيستركتومي. يبقى السيزاريان سكشن قلنا الديفينيشن بتاعتها ديليفري اوف فيتس باي ثرو ان ابدومينال انجيو تراين انسيجن افتر ذا ايج اوف بايبيتس. ما قلناش هو عايش ولا ميت مش فارقه معانا، هو المهم ان هو ابدومينال اند يوتراين انسيجن هو ده اسم كلمه سيزاريان سكشن. تايبس بتاعتها في ابر سيجمنت ولور سيجمنت. باي ديفولت بنعمل اللور سيجمنت لان هي مور سترونج سكار فبالتالي تقدر تولد العينه دي بعد كده فاجينال بيرث افتر السيزاريان سكشن اللي هي عملته لان هي كانت لور سيجمنت. لكن لو انت عملت لها ابر سيجمنت دي هاير انسنس اوف رابتشر كويس فبالتالي ما ينفعش انك انت تديها chance for be back او vaginal birth after cesarean section. فدول بالنسبة للtypes. ايه ال indication of cesarean؟ يعني ليه نعمل cesarean؟ لازم بقى في maternal indications وفي fetal indication. ايه اشهر maternal indication؟ cephalopelvic disproportion. وبعدين دلوقتي بقى previous more than one cesarean section. يعني لو هي والدة اثنين قيصرية قبل كده حتى لكوانيو lower segment او كده بيبقى ال instance of rupture اعلى. فبالتالي لو previous more than تو سيزاريا سكشن ده لحد دلوقتي الكتاب بتاعنا هو اللي كاتب كده. لكن لو جيت تشوف الرويال كوليدج انديكيشن او كده شالوا كمان حتى العدد بتاع السيزاريان سكشن. المهم ان هي ما تكونش ابر سيجمنت لان لو هي عامله فتحه ابر سيجمنت قبل كده هو اللي ساعدها او عامله مايومكتومي سكار ما هو المايومكتومي سكار ده لازم يبقى ابر سيجمنت. لو هي عامله مايومكتومي ما هي الست كانت حامل ولا مش حامل وهي عامله المايومكتومي مش حامل فعندها لو سيجمنت ولا لا ما عندهاش فكل اللي عندها upper segment فلازم المايومكتومي سكار دي كانت upper segment او لو عامله هيستراتومي سكار قبل كده طب ما هي دي برده upper مش كده ولا ايه. فلو عندها اي upper segment سكار قبل كده سواء مايومكتومي سكار هيستراتومي سكار او كده هو دي اللي انا يعني ما بعملهاش chance for دي بقى. فدول بالنسبه للانديكيشن لو هي الماتيريال انديكيشن بتاع فالوبال ديسبروبورشن او مور ذان تو سيزاريان سكشن او عامله ابر سيجمنت سيزاريان سكشن قبل كده بالنسبه للماتيريال انديكيشن. طب ايه الفيتال انديكيشن فور سيزاريان سكشن؟ الوينز الاولاني النانكي فالك لسه كنا بنتكلم عليهم او بقيه الحاجات مونو امنيوتك مش عارف كونجوينت ولا فيتال ديستريس. فيتال ديستريس لو حصل مثلا arrest of labor arrest of first stage او arrest of second stage يبقى ده بالنسبه لنا هتبقى مش فيتا بقى ده maternal indication. لو ما البرزنتيشنز اللي احنا خدناهم مش كان عندنا في mental persistent mental posterior brow presentation مش عارف shoulder presentation كل البرزنتيشنز اللي احنا اخدناها وقلنا obstructed والدليفر هيبقى by cesarean section لو placenta previa كل دي indication for cesarean section سواء عندنا maternal او fetal indication. كود برولابس بالظبط كده دي كلها من المايك برزنتيشن هو لازم انك انت برولابس بالسيتنج كود يبقى دول كلهم indication for cesarean section. ايه complication of cesarean section؟ ممكن يحصل bleeding ممكن يحصل rupture uterus لو انت لو في باك اللي ممكن يحصل يتراين رابشر يعني مش عارف بس اصلا ازاي. لكن انا عملت بعمل قيصريه ايه الكومبليكيشن اللي انا هبقى قلقانه منها؟ ممكن في طبعا ايميديت كومبليكيشن انترا اوبريتيف كومبليكيشن وفي ريموت كومبليكيشن ليتر اون. خلاص ايه الايميديت كومبليكيشن اللي انا ممكن اقلق منها؟ انستيزيا من اول انستيزيا تاخد البنج يحصل مشكله في الانستيزيا بتاعتها انستيزيا كومبليكيشن يعني اعور اليوتراين ارتري اعور ارتري فاعمل بليدنج اعمل انجري للانتستين اعمل انجري للبلادر انجري تو انترنال اورجنز. ايه كمان ده ريموت كومبليكيشنز طبعا ادهيشنز وتبريديسبوز تو انفيرتيليتي او حاجه زي كده فطبعا ممكن ان هو يحصل لها ادهيشنز بعد كده هيموريدج رياكشنال هيموريدج ده اول 24 ساعه لو انا ما كنتش رابطه كويس وضغطها ابتدى يعلى فرياكشنال هيموريدج ماشي. بس ايه اكتر كومبليكيشن ريموت ريموت يعني ليتر اون ليت كومبليكيشن استنى الانفكشن ماشي يعني طيب
خلاص ماشي. يبقى بص اكتر الكومبليكيشن هي ادهيشنز كويس، وممكن يحصل لها باراليتيك اليس اكيوت جاستريك دايليتيشن، كل الحاجات اللي هي بتاعه الجراحه ان جنرال يعني مش سبيسيفيك تو سيزاريان سكشن، الجراحه ان جنرال. في عندنا انستيزيا كومبليكيشن، في انجري تو امبورتنت ستراكشر، انجري تو بلاد فيسلز، بعد كده يحصل لي رياكشنري هيمريج، انفكشن للسكار او الوند او وات ايفر. يعني كل دي كومبليكيشن ليه ان جنرال اي ابدومينال سيرجري مش سبيسيفيك تو سيزاريان سكشن الحاجه. وحتى الادهيشنز ده برده جنرال بس سبيسيفيك لينا، انه ممكن ده يبريديسبوز تو بيريتونيال فاكتور او تيوبل فاكتور اوف انفيرتيليتي. الحاجه السبيسيفيك بقى للسيزاريان سكشن الاكريتا، الاكريتا بالظبط كده، الاكريتا ان هو يحصل لها بلاسنتا اكريتا، لان هو اللي بيبريديسبوز تو بلاسنتا اكريتا وجود سكار في اليوترس. طب السيزاريان سكشن دي سكار، اشهر سكار في اليوترس هو سكار اوف سيزاريان سكشن، فبريديسبوز تو اكريتا. ويمكن هو ده السبب اللي خلى احنا كل مدى ما بنحاول نبعد عن القيصريه ونولد العينه طبيعيه، حتى لو في باك. يعني انا لسه بقول لكم ايه الفي باك، كنا بنقول ايه بعد واحد قيصريه بس هو اللي ممكن ادي تشانس فور في باك، لكن اثنين او اكتر لا. دلوقتي ال WHO وال RCOG وكده لا، بقى انديكيشن انك انت تعمل في باك حتى لو هي والده اكتر من مره قيصري. ليه؟ عشان خاطر الاكريتا، لان الاكريتا بقينا نشوف لو تنزلوا اي اسم دلوقتي من الاسم اللي تحت هتلاقي في واحده عامله سيزارين هيستري لازم، من كتر ما الانسنس اوف اكريتا بقى عالي قوي. ليه؟ لان الانسنس اوف سيزاريان سكشن بقى عالي. فعشان كده لو بنعمل حاجه، لو بنقول كومبليكيشن سبيسيفيك تو سيزاريان سكشن، طبعا بلاسنتا اكريتا، وده اللي بيخلينا مور اند مور جوينج تووردز الفاجينال ديليفري مش تورد سيزاريان سكشن عشان القصه البلاسنتا اكريتا. ممكن طبعا يحصل سيزاريان سكار اكتوبيك، يعني بقينا بنشوفه اكتر لان السيزاريان سكشن ريت بقى عالي، فممكن طبعا يحصل لها سيزاريان سكار اكتوبيك. فده بالنسبه ليه الكومبليكيشن. في سؤال لحد هنا؟ مين العينه اللي بتديها تشانس فور في باك فاجينا بيرث افتر سيزاريان سكشن، وايه الفرق بين في باك وتو لاك؟ لان هتقروا في الكتب كويس ساعات يكتبوا في باك فاجينا بيرث افتر سيزاريان سكشن او تو لاك اسمها ترايل اوف ليبر افتر سيزاريان سكشن. تو لاك يعني ترايل اوف ليبر افتر سيزاريان سكشن. ايه رايكم الكلمتين زي بعض ولا فيهم اختلاف؟ ايه الاختلاف؟ الفي باك ويلدد فاجينا قبل كده، الفي باك هي ولد، فانا قلت عليها في باك زي بالظبط الديفينيشن اوف نورمال ليبر. انا بعد ما تولد ولما ما حصلش كومبليكيشن قلت انها ولدت نورمال ليبر. الفي باك يعني هي ولدت خلاص فاجينا بيرث افتر سيزارين سكشن، يعني الست دي ولدت في باك خلاص. لكن طلعت انا مديها ترايل اوف ليبر افتر سيزارين سكشن، ات از ا ترايل، يا اما تاند اب باي في باك يا اما تفيل واضطر ان انا اعمل لها سيزارين سكشن. فبالتالي الترمينولوجي الادق وانت going on لسه في الترايل اسمها تولاك، لكن لو هي ولدت خلاص يبقى دي بقت في باك، عشان بس تبقوا انتوا فاهمين تكتبوا ايه اكتر. الامريكان اكتر بيستخدموا تولاك، البريتش اكتر بيستخدموا في باك، فاحنا عشان ماشيين بريتش سيستم عشان كده بتلاقي كلمه في باك بنستخدمها اكتر. وهي فعلا يعني لما تقول في باك خلاص يعني الست دي ولدت. تفتكر انه ايه اللي يشجعك انك انت تعمل في باك لعيانه، او ايه البري ريكويزيتس اللي هي تقول اه العيانه دي ممكن ادي لها chance for a vaginal birth after cesarean section؟ كان cesarean section هي عاملاها lower segment طبعا، لو هو upper segment او myomectomy او whatever انا عمري ما هديها chance for VBAC. ايه كمان؟ طبعا لازم ما يكونش فيه indication في الحمل اللي هي فيه ده، ما تكونش ان هي placenta previa في الحمل ده او shoulder او كده اقول هديها VBAC اذا كان هي اساسا indicated for cesarean section. ايه كمان؟ يعني لازم يبقى مفيش indication for cesarean section دلوقتي، ده كلنا متفقين عليه. ما عنديش current indication for cesarean section وهي اللي previous cesarean section كانت عاملها not for permanent indication وكانت كانت lower segment cesarean section. طيب افرض ان هي كانت والدة مرة طبيعي وبعدين مرة cesarean، او ولدت مرة cesarean وبعدين مرة طبيعي، او يعني دي عيانة يعني كان في مرة vaginal delivery ومرة cesarean section وعيانة تانية جاية لك بone cesarean section، اني تبقى مطمن معاها اكتر؟ اللي ولدت قبل كده، اللي ولدت فاجينال قبل كده بالظبط، اللي ولدت فاجينال قبل كده دي من ضمن الحاجات اللي هي تقول لك انه غالبا هيحصل سكسس للفي باك اللي انت الترايل اوف في باك اللي انت بتحاول تعملها. في سؤال بالنسبه للسيزاريان؟ التكنيك بتاع كل الاوبريشنز مش عارف اي اوبريشن، ما عليكش التكنيك، عليك بس انديكيشن كومبليكيشن خلاص، يعني تعرف امتى تعمل هذه العمليه وايه الكومبليكيشن من العمليه دي، لكن مش هنطلب منك التكنيك اوف ذا اوبريشن. ليه؟ لان انت كجي بي عمرك ما تعمل سيزارين سكشن، او مش مطلوب منك تعمل سيزارين سكشن. لكن طبعا الولاده التكنيك عليك لان انت كجي بي هتعمل ولاده، فكل الميكانيزم بتاع الدليفري والروتيشن وما اعرفش ايه والريج مانوفر والافيزيوتومي الكلام ده كله عليك. طيب نيجي نتكلم على الافيزيوتومي. هو يعني ايه افيزيوتومي؟ يعني
انسيجن في البرينيه. اي انسيجن في البرينيه يعني لما اجي اعمل ريكتوسيل سيستوسيل ريباير كده اقول عليها فيزيوتومي، يبقى انسيجن في البرينيه عشان ايه؟ عشان اوسع الفالفر رينج والاو ديليفري اوف ذا فيتس. يبقى الفيزيوتومي دي فعلا انت زي البرينيه انسيجن. طب بقطع في البرينيه بس يعني I'm going to cut through the perineum only البوستيري والفاجينا اقول لان انا عايزه اوسع الفالفر رينج. اوسع الفالفر رينج ليه؟ عشان الاو باسج اوف ذا فيتس. ايوه امتى؟ ايه الانديكيشنز ان انا هحتاج ان انا اعمل حاجه زي كده؟ لو هو اساسا الفيتس كبير شويه او البرينيوم بتاع الام ده كان مش الاستيك كان ريجيد برينيوم. لو البرينيوم ده كان نون الاستيك برينيوم او ريجيد برينيوم هو اللي ساعتها هحتاج ممكن ان انا اعمل ابيزيوتومي او اعمل انسيجن يا دكاتره في البرينيوم كويس عشان اوسع الفالفر رينج عشان تبقى 10 سم. لو هي لوحدها الفالفر رينج دي 10 سم لان انا لما بفتح في السيزارين سكشن في اللور سيجمنت بفتح 10 سم. لو هنعملها حتى كلاسيكال بفتح 10 سم لان البايبرايتال دي اوسع حاجه هي 9.5 سم فعشان تقلق ايدك تخش والمانيبيوليشن وكده او هو طالع من تحت لان هو هيدستاند الفالفا الانتروسيرور دايامتر اللي هيدستاند الفالفا هو مين؟ البايبرايتال. هو البايبرايتال 9.5 سم ده ترانسفيرس. امال الانتروسيرور هيبقى مين؟ سابوكسيبتو برجماتيك اللي هو لا سابوكسيبتو فرونتال. سابوكسيبتو برجماتيك ده بيخش بيه الفالفس لكن سابوكسيبتو فرونتال هو ده اللي هيدستاند الفالفا لو انا allowed extension after trunning اللي هو 10 سم. عشان كده لازم الفالفر رينج ده يبقى 10 سم يا اما هو الاستيك ويدستاند ال 10 سم يا اما لو كان هو فايبروتيك او ريجيد بيرينيوم او ست دي سنها كبير فبالتالي كل الالاستيسيس بتاعت التيشو بتاعتها اقل يبقى انا مضطره ان انا اعمل ابيزيوتومي عشان اوسع الفالفر رينج ده ل 10 سم. لو هو برده حاجه من مايك برزنتيشن زي فيس تو بيوبس كده مانتو انتيرير اللي هي بيتولدوا فاجينال ديليفري عادي انا برده مضطره ان انا اعمل ابيزيوتومي عشان اوسع الفالفر رينج. فبالنسبه للابيزيوتومي دي طبعا ليها ماتيرنال اند فيتال انديكيشن سواء الماتيرنال انديكيشن ريجيد بيرينيوم انيلاستيك سكين او كده او كان عامله فيفيس اوبريشن في البرينيوم ده خلى ان البرينيوم بتاعها يبقى فايبروتيك او بالنسبه للبيبي انه جاي لك ببرزنتيشن محتاجه انك انت تعمل لها ابيزيوتومي او توسع الفالفر رينج او كان البيبي ماكروسوميك شويه او في شولدر ديستوفيا كل الحاجات اللي عايزين نوسع الفالفر رينج. الابيزيوتومي يا دكاتره بنعملها لازم بوستيري يعني عمرها ما هنفتح ابيزيوتومي انتيري لان البيبي بيبقى دايركتد اكتر يعني بوستيري لي فهتفتح الابيزيوتومي دي ميديان ابيزيوتومي يعني هي توورز الانس خلاص ولا ميديان لاترال ابيزيوتومي طبعا احنا بنعملها على الناحيه الثانيه يعني اللي بيشتغلوا باليمين هيعملوها على الناحيه الثانيه اللي بيشتغلوا بالشمال هم اللي هيشتغلوها كده عشان يملكوا اكتر يعني. فهتعمل لها ميديان اكتر ولا ميديو لاترال؟ هي ايه مشكله الميديان وايه مشكله الميديان؟ ايه مشكله الميديان ابيزيوتومي؟ ممكن تاكستند للاكسترنال انال سفينكتر وتعمل لنا انكونتنس يعني البرينيه تار واكسترنال انال سفينكتر افكشن وانكونتنس ويجي لها انكونتنس ست. لو حصل اكستنشن في الميديان ابيزيوتومي فممكن تعمل لنا انكونتنس. طيب ايه البنفيت بتاع الميديان ابيزيوتومي؟ اناتوميكال والحته اللي في ميد لاين دايما الباسكولاريتي بتاعتها اخبارها ايه؟ اقل حاجه ده احنا اللينيا قلبة دي اقل حاجه باسكولاريتي فالباسكولاريتي اقل حاجه فلاس هيماتوما فورميشن لاس انفكشن مور اناتوميكال مش يعني فبالتالي هيبقى لاس فايبروزس لاس ديسبارونيا يعني هتبقى احسن بالنسبه للعيانه يعني كلها مزايا معانا قصه الاكستنشن للاكسترنال انال سفينكتر. طب بالنسبه للميديو لاترال ابيزيوتومي ايه البنفيت بتاعها؟ ان هي مش هتكستند البنفيت اوف ذا ميديو لاترال ابيزيوتومي انها مش هتكستند عمرها للانر سفينكتر حتى لو جت ان هو حصل لها اكستنشن ما هي برضه كده كده بعيده عن الانر سفينكتر فعمر ما هتعمل انكونتنس. فيمكن البنفيت الوحيد للميديو لاترال ابيزيوتومي ان هي ات ويل نوت اكستند للاكسترنال انر سفينكتر فبالتالي مش هتعمل لنا قصه الانكونتنس. لكن بقيه الحاجات كلها دي طبعا فايبروزس هيماتوما فورميشن مور لايبل تو انفكشن مور ديسفيجرمنت مور ديسبارونيا مور فايبروز كلها كومبليكيشن ما عدا قصه الاكستنشن. ايوه يعني انت تعمل ميديان ولا تعمل ميديو لاترال على حسب لو تقدر تديل مع الكومبليكيشن اللي هو ريبير اوف ذا اكسترنال ان سفينكتر عشان الست ما تطلعش بانكونتنس يبقى اعمل ميديان. لو ما تقدرش تديل مع الكومبليكيشن يعني ما تعرفش ازاي تخيط الاكسترنال انر سفينكتر لو حصل له اكستنشن يبقى ساعتها تعمل ميديان. دايما لو انت تقدر تكوب مع الكومبليكيشن اللي مكتوبه في الكتاب وارده انها تحصل يبقى تعمل هذه القصه مش تعمل الكومبليكيشن يعني تعمل البروسيجر اللي ممكن يحصل منه كومبليكيشن.
لكن لو مش هتقدر تكوب يعني انا لسه جي بي صغير على قدي ما اعرفش اخيط الاكسترنال ايرنج سفنكتر ازاي لوحده وهتطلع مني بانكانتس خلاص يبقى انت اشتغل ميديولاترال لحد ما تقدر تخيط الاكسترنال ايرنج سفنكتر لو حصل منه تاف فساعتها تبقى تعمل ميديال نيكل. واضح يا دكاتره؟ ايه رايكم هل مره ابيزيوتومي باولويز شي ويل نيدز ان ابيزيوتومي؟ لا، لان في انديكيشن ماتيرنال وفيتال. هل الانديكيشن دي هتفضل موجوده ولا مش هتبقى؟ ليه؟ ما هو بقى فايبروتيك. ايوه فايبروتيك، بس يعدي مش كل الفايبروتيك ان هو ساعتها لا لازم نتعب. بدليل ان هو في ناس سيركمسايز، ما كل السيركمسايز دول عندهم او عاملين اف جي ام في ميل جوينت ميتيليشن، ما كلهم عندهم فايبروزس ريلاتيفلي انتيرير بس ما هو ده بيأثر على الالاستيسي بتاع كل السكن. هل كلهم روتين ابيزيوتومي؟ وطبعا الاسنس هاي بس مش لازم روتين ابيزيوتومي، فبالتالي حتى الفرعيمي مش لازم روتين ابيزيوتومي. فكل واحده على حسب وقت الولاده نفسها ماتيرنال اند فيتال انديكيشن. انت بتلاقي ان هو ابون كراونينج، لان ده ستارتنج كراونينج، ابون كراونينج بتلاقي في كراكنج للبرينيوم، البرينيوم ريجيد ومش الاستيك ومش بيستند على الهاد، يبقى ساعتها لا يو نيد ان ابيزيوتومي. لكن لو حصل كراونينج وبعدين عدى كمان البايبرايتال يبقى انت كده اكيد مش محتاج ابيزيوتومي. او لو كان كنت محتاج حصل التيرز اوريدي حصلت خلاص، ما هو اوصل حته عدت، فبالتالي انت لازم تديسايد انت محتاج ابيزيوتومي ولا لا ابون كراونينج وليس بعد كده. لازم ابون كراونينج انت بتديسايد انت محتاج انك انت تعمل ابيزيوتومي ولا لا. لما تيجي تعمل لها ريبير هتخيط ايه؟ ما انت قطعت الفاجينال وول، بوستيرير فاجينال وول، السوبرفيشال بيرينيال ماسلز اند سكن، فتبتدي تخيط من اول فاجينال وول ولا من اول السكن؟ فجعنا الأول من جوه لبرا، عشان لو خيطت السكن الأول انت مش هتشوف الفجعنا، هتقفل على نفسك فدفنك هتخيط من جوه لبرا. طبعا ممكن يحصل فيها انفكشن، ممكن يحصل اكستنشن للسفنكتر، ممكن يحصل ليتر اون ديسبارونيا او فايبروزيس او كده. فده بالنسبة للإبيزيوتومي. في سؤال في الإبيزيوتومي؟ هتلاقي حاجة بتقطع، يبتدي ان هو الفيشز دي they are not elastic، هتبتدي ان هي تقطع معاكي او تمزع معاكي الفيشز، هتشوفي ان هو ده يعني it is not زي ما ماسكين حاجة يا دكاترة كويس، فهتلاقي ان هي تبتدي ان هي تقطع معاكي. فستارتنج سكورينج ده محتاج معناه ان انا محتاجة ابيزيوتومي، لان انا لو ما عملتش ابيزيوتومي ايه اللي هيحصل؟ تيرز ايريجولار تيرز، ممكن انتيرور وبوستيرور وبتاع، فايريجولار تيرز. فبالتالي انت احسن انك انت تعمل ابيزيوتومي عشان تافويد ايريجولار تيرز تبقى موجوده في كل حته انتيرور وبوستيرور وكده، فتعمل لها كلين كاب ووند وانت تخلطه كلين ونيت تخيط. غالبا بنفتح في نفس السكار بدل ما تبقى فايبروتيك في كل حته، لانه اوريدي دي فايبرس تيشو والسنسيشن فيها افكتد وكده، فغالبا بنفتح في نفس السكار. زي بالنسبه لدكاتره لما بنعمل سيزارين سكشن، انت لو بتعمل سيزارين سكشن الانسيجن بتاع السكن يا اما بتشيله يا اما بتفتح فيه لو هو ما كانش وحش، يعني هيك باي كاميرا انتنشن بنفتح فيه. هو كلمه فانشيل دي حد سمع عنها؟ فانشيل انسيجن ايه؟ فانشتيل انسجن دي يا اللي سمع عن الفانشتيل، ايه هي الفانشتيل؟ lower abdominal skin incision عند البيكيني لاين او يعني سوبرا بيوبيك immediately كويس. ودي الانسجن غالبا اللي كل دكاتره النساء بيشتغلوا منها عشان يعملوا سيزاريان سكشن، عشان يعملوا مايماكتومي، عشان يعملوا اوفيرين سيستكتومي، اي اوبن سيرجري في النساء ان جنرال احنا بنشتغل ثرو الفانشتيل انسجن، لان هي بتبقى مور كوزماتيك. الا لو بنشتغل اونكولوجي او اكسبلوريشن مش عارفين ايه اللي جوه، فلازم تبقى ميد لاين، لان الميد لاين هي دي الاكسبلوراتوري، بنفتح سب امبيليكال انسجن وممكن تبقى اكستندد ابر فوق الامبيليكس. فبالتالي لو عايزين نعمل اكسبلوراتوري انسجن بنعمل الميد لاين انسجن. لكن لو انت داخل عارف بتعمل ايه، يعني داخل تعمل قيصريه، داخل تعمل مايماكتومي، داخل تعمل اوفيرين سيستكتومي، يبقى بنشتغل فانشتيل انسجن. بمعنى فانشتيل انسجن دي انسجن في ايه؟ سكن. هل دي اللور سيجمنت سيزارين انسكشن او لور يوتاين انسكشن بنسميها فانشتيل؟ لا لا خالص، الفانشتيل يعني سكن انسكشن. بمعنى انا ممكن افتح فانشتيل وبعدين افتح اليوتروس كلاسيكال سيزارين انسكشن وعشان بلاسنتا اكري، ممكن افتح اكسبلوريشن كويس عشان كان عندها اوفيريان سيست كبيره مثلا وبتاع، وبعدين بعد كده افتح اليوتروس ترانسفيرس عشان بعمل لها سيزارين انسكشن ات ذا سيم تايم بشيل الاوفيريان سيست. ممكن يعني مش معنى ان هي السكن مفتوح فانشتيل ان اللي جوه لور سيجمنت، ومش معنى ان انا فاتحه لور سيجمنت ان انا لازم افتح سكن فانشتيل، ما لهمش علاقه ببعض. انا بس بقى يعني قلت القصه دي
عشان ايه دي مفتوحه اهي ترانسفيرس على السكن ده فانشتيل يبقى اكيد هي مفتوحه لور سيجمنت مش اكيد خالص مش شرط والفانشتيل دي انديكيتنج السكن انسيجن وليس اليوتراين انسيجن. اخر حاجه هنتكلم عليها الانستيزيا والانالجيزيا ديورينج ليبر. هل الست محتاجه انالجيزيا ديورينج الفيرست ستيج السكند ستيج اوف ليبر اند بوستبارتم ولا مش محتاجه؟ هل هي شي از فيلينج بين؟ اه طبعا شي از فيلينج سيفير بين. قلنا 40 ل 60 ملم مركري واساسا يوريتاري كوليك ده بيبقى عند 20 ملم مركري فطبعا محتاجه انالجيزيا. ايه الانالجيزيا اللي احنا ممكن نديها لها؟ انالجيزيا يعني بين كيلر سيدات ديورينج الفيرست ستيج اوف ليبر. مورفين ناركوتكس كل الناركوتكس مورفين بتدين الحاجات دي كل دول الناركوتكس طبعا دي اشهر انستيزيا انالجيزيا بتديها جين براك اديها نالستيرويد الانتي انفلاماتوري لا مش هيشتغل ده اساسا باي ديفينيشن اوف ترو ليبر بيز نوت ريليفد باي انالجيزيس فبالتالي لو هديها انالجيزيا يبقى بديها فعلا الناركوتكس او ممكن اديها بنزودايزبين. ايه مشكله في الناركوتكس؟ احنا بنقول دي اكتر حاجه بنستخدمها الناركوتكس. ايه مشكلتها؟ ممكن تعمل ديبرشن ريسبيراتوري سنتر ديبرشن للبيبي فلو انا مدياها الناركوتيك او البيتيدين لازم اقول لدكتور الاطفال بحيث ان هو ينزل معاه الانتي دوت بتاع الناركوتيك اللي هو مين النالوكسون او الناركان فبالتالي ده هو الانتي دوت لان هو اكتر كومبليكيشن بتعملها الناركوتكس البيتيدين والمورفين هما يعملوا ريسبيراتوري سنتر ديبرشن. طيب ايه تاني انالجيزيا ممكن اديها للعيانه؟ ابيديورال ده لوكال بقى يبقى احنا ممكن ندي سيستميك انالجيزيا سيستميك اديها لها اي في كويس او اي ام سيستميك زي الناركوتيك وزي الدازيبينز او ممكن ادي لوكال زي الابيديورال. الابيديورال دي بتبقى في الابيديورال سبيس كويس بنركب زي كانيولا طويله كده كويس زي الكانيولا بتبقى هنا بس الكانيولا بتبقى قصيره فكانيولا كاسيتر بتاعها كاسيتر طويل وبتبقى ريليتد لبامب ودكاترة التخدير بيفضلوا كل شوية لما تخلص يحقنوا في البامب دي اللوكال أنستاتيك سواء الزايلوكين يعني كل اللوكال أنستاتيك يحقنوه فيها فبالتالي ممكن الابيديورال دي تبدأ معها all through the first stage of labor وكمان في the second stage of labor وممكن postpartum كمان تبدأ معها هذه الابيديورال أنالجيزيا وده اللي بيقولوا عليها ولادة بدون قلب. ايه مشكلة الابيديورال؟ بديلي البروجرس اوف ليبر عشان كده لما بتكون هي اندر ابيديورال بن التايم بنعمله دبلين فهي هتديلي البروجرس اوف ليبر لكن ات ذا سيم تايم هي الست مش حاسه بفين فعشان كده بتوي البنفيت ريسك لو هي انسيبير بين او التولرنس تو بين بتاعها قليل يبقى بالتالي بنعلق لها ابيديورال بنحط لها ابيديورال فده بالنسبه اول لوكال انالجيزيس. ايه كمان ممكن احنا نستخدمه كلوكال انستيزيا؟ لوكال انستيزيا لوكال انفلتريشن انستيزيا الاشهر واحد بنستخدمه فعلا للابيزيوتومي لما تنزلوا تحت في اسم 10 كل اللي بتلاقينا فعلا بنستخدمه ان هي بتكون واخده مثلا بتيدين او مورفين او كده ومعاها بندي لوكال انستاتيك انفلتريشن انستيزيا في الفاجينا وفي السوبرفيشال بيرينيه ماسلز وفي السكن وانا بقطع الابيزيوتومي عشان لما اخيط برده وانا بقطع وانا بخيط هي ما تحسش بالبين فاكتر حاجه بنستخدمها فعلا اللوكال انفلتريشن انستيزيا. على البرايفت سيكتور اكتر بيستخدموا الابيديورال كويس. في عندنا حاجه اسمها بيودندر نيرف بلوك. البيودندر نيرف ده بيعدي فين؟ عند الاسكير سباين الليفل اوف ذا اسكير سباين ده از فيري امبورتنت وقلنا ده عند ستيشن 0 عند الاكسترنال اس بتاع البرولابس عند التشينج بتاع الاوكسيتريك اكسس برده ده البيودندر نيرف بيعدي ورا الاسكير سباين فبالتالي ممكن اعمل ادخل سباي والسرنجه اللي فيها اللوكال انستاتيك دي عند الليفل بتاع الاسكير سباين واحقن اللوكال انستاتيك عند الاسكير سباين اليمين والشمال بحيث ان انا اعمل بيودندر نيرف بلوك فهي ما تحسش بهذا البين وقت الدليفري. برده في حاجه اسمها بارا سيرفايكال بلوك اللي هو بتمسك السيرفكس وعلى ناحيتين lateral side of the cervix بتحقن اللوكال انستاتيك بتاعك عشان تعمل parasurvical block بس لو ان parasurvical block ده ممكن يعمل fetal distress فعشان كده مش بنستخدمه قوي فبالتالي اللوكال اللي احنا بنستخدمه هو local infiltration anesthesia by far وممكن نستخدم الابيدورال وممكن تستخدم البيدندر نيرف بلوك. ده بالنسبه للانالجيزيا اللوكال اللي احنا ممكن نستخدمها. طب لو انت هتعمل ست سيزارين سكشن ايه نوع الانستيزيا اللي تفضل تنيم العينه بيه؟ طبعا دكتور التخدير اللي بينيمها بس انت بتدي ريكومنديشن. ايه ريكومنديشن بتاعك؟ سباين باي فار هو السباين. ليه سباين؟ ليه مش جنرال؟ كانوا زمان بيبقى الجنرال انستيزيا ده اوف تشويس او نمبر 1 كنت دايما تلاقي ان الستات بيولدوا في السيزارين سكشن باي جنرال انستيزيا يعني تبقى نايمه توتالي خلاص وكل الانفولانتري ماسلز بتاعتها احنا موقفينها وهي واخده جنرال انستيزيا. ليه دلوقتي بقينا بندي لوكال انستاتيك اللي هو الفاينل انستيزيا مش جنرال انستيزيا؟ عشان البيبي ما وصلوش. ده اول حاجه واهم حاجه عشان البيبي انت متخيلين انت منيم العيانه ما هي نفس الدوز هتروح ثرو ذا بلاسانتا عشان تنيم البيبي بينزل البيبي نايم فعلا ابدا سكور بتاعه بيبقى وحش ودكاتره الاطفال
بيعاني، وانت برضو في الاخر كدكتور نساء مش عايز البيبي ينزل مش كويس، ويبقى منك لان هي ارجى سكور عند وان منك هتلاقي ان هو وحش لان هو البيبي نايمان. فبالتالي عشان كده بقينا بنفضل السباينال انستيزيا بلس ان هي برضو ولا هيجي لها باراليتيك الياس يعني، وسهل انها تبتدي انها تتحرك على طول بعديها وكده، فبيقلل الماتيرنال اند فيتال كومبليكيشن. عشان كده الانستيزيا اوف تشويس انك انت بتعمل فيها سيزارين سكشن هي السباينال انستيزيا. ايه مشكله السباينال انستيزيا؟ اللوكال سباينال، هي لوكال هي بتاخد ديوريشن 1 تو 1 1/2 اورز ماكسيمم. فانت لو الاوبريشن بتاعتك طولت بعد ساعه ونص لازم هيقلبوها جنرال، لان هي سباينال الديوريشن هو بيركب السباينال ويمشي، مفيش بقى بامب زي بتاعه الابيديورال وكده، يعني مش بيمشي يمشي، انا قصدي خلاص مش محتاج ان هو ما بيصحيش العيانه يعني. يعني هي ديوريشن اوف اكشن اوف سباينال تاخد ساعه ونص وخلاص، والديوريشن بتنتهي وتبتدي العيانه بقى تحرك رجلها وكده، هي كده كده واعيه، هي صحية ما انت عمال تتكلم معاها وكده، هي مش نايمة، هي بس مش حاسة بالنص التحتاني كسنسيشن ومش بتحركه كموتور، فهي مش حاسة بيه موتور ان سنسوري. لكن العينة واعية للي بيجرى حواليها وشايفة البيبي وهو طالع، لو حصل اي كومبليكيشن ايه ده يلحق في بليدنج بتاع الست، عارفة واعية وصحية يعني صحية معانا يعني. فايه المشكلة بتاعة السباينال انستيزيا؟ بتعمل هايبوتنشن يا دكاترة. فبتلاقوا ان دكاتره التخدير قبل ما يركبوا السباينر كويس بيعملوا حاجه اسمها بريلود، بيعلقوا لها محلول كده، محلول ملح 500 سنتي 1000 سنتي كويس، عشان يعلوا شويه الضغط بتاعها بحيث ان هو لما يدي السباينر ما تخشش منه في سيفير هايبوتنشن. فدي بس المشكله بتاعه السباينر. عشان كده بتلاقوا ان هو بيقول لك دكتور التخدير اخذت البريلود ولا لا، ساعات بنعلق لها البريلود في اسم 10 قبل ما نطلعها العمليات، نقول له اخذت البريلود عشان يبتدي ان هو يحط السباينر انستيزيا على طول ان هو يركب لها السباينر انستيزيا. في سؤال في ده؟ في حاجه بقى نان فارماكولوجيكال يعني مش بالادويه، نعمل انالجيزيا او انستيزيا، بس انالجيزيا هي انالجيزيا مش انستيزيا للعيانه، بس نان فارماكولوجيكال. من غير ما نديها ادويه. في ستات كتير قوي طالعه موضه طبعا، وبس اكتر في البرايفت سيكتور عن اللي هو جوفرمنتال سيكتورز، ان هي عايزه ناتشرال بيرث يعني توتال ناتشرال، ما يبقاش في اي انترفنشن انكلودينج طبعا، ما تعملش ابيزيوتومي ولا انترفنشن، ما تعملش ارتفيشال رابتشر ميمبرنز، ما تعملش مثلا تديها ميديكيشن، لان كل ده انترفنشن. فهي عايزه تحس بالاكسبيرينس يعني كلها زي ما هي ناتشرال ناتشرال من غير اي حاجه خالص. فبالتالي نان فارماكولوجيك، ايه نان فارماكولوجيك؟ وهي عندها بين كويس، يعني one of the options of non pharmacological اللي هو transcutaneous electric nerve stimulation. ايه transcutaneous electric nerve stimulation؟ بندي لها حاجه زي الفولتج ان هي تكهرب كده، ده مش فولتج 220 و110 وكلام من ده، حاجه صغيره زي عارفين الجيت ثيري بتاعه البين يا دكاتره، اللي هم يحرقوا في حته عشان ما يحسوش بالبين مثلا في حته ثانيه، اهو نفس الكونسبت ده. فهي بتبقى ماسكه في ايدها وفي بروبز محطوطه على جسمها بحيث ان هي تحط لنفسها فولتج كده صغير بحيث ان هي ما تحسش بالبين بتاع السيرفايكال دايليتيشن والكلام ده، كانه زي زغزغه بسيطه في حتت معينه بحيث ان هي ما تحسش الدايركت الاتنشن بتاعتها عن البين. فده اول حاجه في النان فارماكولوجيكال. ممكن نستخدم ترانسكيتينس الكتريكال نيرف ستيميوليشن، ممكن ان احنا اكيوبانكشر ليبر الصينيه والكلام ده برضو، ان هي اكيوبانكشر دي من الحاجات اللي هي نان فارماكولوجيكال تستخدم عشان البين ريليف. ممكن طبعا ووتر بيرث موجوده في سنترز كتير قوي في مصر دلوقتي وفي القاهره وفي اسكندريه، اسكندريه بالذات مشهور قوي الووتر بيرث كويس، ان هو تولد في It's not a swimming pool يعني مش بيسين، يعني يبقى زي الجاكوزي كده بتبقى الست قاعده فيه عشان الميه ما بتحسسهاش بالبين قوي. وطبعا يعني لازم تبقى very low risk يعني ما فيهاش اي complication الست ولا البيبي، بحيث ان انت مش محتاج تحط سي تي جي او external fetal monitoring او حاجه، لان هي يعني very low risk pregnancy لحد ما تبقى fully dilated. ساعتها بقى بتاخد اللايتوتومي بوزيشن وتولد في الووتر باث ده كويس، اللايتوتومي بتطلع برده انت البيبي، بس طبعا ما بتعملش ابيزيوتومي لان هي كلها فيري لو ريسك وكلها بتبقى عايزه ناتشرال بيرث. فدول تكنيكس او حاجات ان هم ممكن يستخدموا نان فارماكولوجيكال زي الاكيوبانكشر زي التنس زي الووتر بيرث. في سؤال يا دكاتره؟ دكتور هو الابيديورا اللي هي البي سي اي؟ لا، في البي سي اي او التاب بلوك او كده، دول حاجات بس بوست بارتم عشان لما تشوفوها دلوقتي موضه قوي طالعه ان هو بندي للعيانه بوست بارتم عشان البينز بعد الولاده، حاجه في ايدها هي بتريليز لوكال انستاتيك او يعني انستيزيا كل ما تحس ببين، بس هم بيابيوزوا القصه دي او بيستخدموها كتير قوي، فممكن تدخلها في باراليتيك اليس او كده. الابيديورال غير البي سي اي او التاب بلوك، ده العيانه هي اللي بتستخدمه لوحدها. الامتحان موجود معاكم، خلاص.
هنصححه ان شاء الله بكره عادي على الساعه 6 اونلاين ان شاء الله. والاسبوع الجاي هناخد الانتي بارتم والبوست بارتم هامرج والفيتا اساس ما توفيت الوالدين. وبعد كده اللي بعده بقى هيبقى الانكولوجي او اسبوعين جايني، فهنخلص الجايني قبل الامتحان بتاع، هنقف عند الاند اوف اونكولوجي بالنسبه لسنه رابعه خلاص. فيعني انا هدي الاسبوع الجاي انتي بارتم بوست بارتم اند اسسمنت اوف فيتال والبين، وبعدين الاسبوعين اللي بعدهم كويس اللي هم السابع والثامن هشتغل، يعني الاسبوع الجاي هو السادس بالنسبه لسنه رابعه، السابع والثامن هشتغل اونكولوجي.